أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء، والحلقة مخصصة لمراجعة المناعة، وإذا تبقى جزء منها إن شاء الله هتكون مراجعة البيولوجية الجزيئية، اللي هو الجزء اللي تم إقراره بدون طبعا الجزء المحذوف. لكن طبعا إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله في الأسبوع القادم أو بعد القادم هتكون للجزء الاخر من الدي ان ايه والار ان ايه الخاص بالثانويه العامه الازهريه. في بدايه الحلقه برحب بالاستاذ سيد خليفه، خبير احياء وزاره التربيه والتعليم، اللي مشرفنا ومنورنا في حلقات اليوم. اهلا بحضرتك استاذ حسن، واهلا باولادنا، وانا للمره الثانيه بكرر شكري لحضرتك للتواجد معاك وسعادتي بالتواجد مع حضرتك. يعني ربنا يبارك فيك، وان شاء الله كله لمصلحه الطلبه. اكيد حته بقى مهمه جدا للطلبه يسمعوني فيها ديت. طبعا احنا كنا منقسمين ما بين فريقين، فريق بيطالب ان احنا ننزل نمتحن في ميعادنا الطبيعي اللي هو 7/6، وفريق اخر كان بيطالب بعدم المغامرة والخروج في هذا التوقيت وتأجيل الامتحانات حتى تتحسن الامور. وكان الوزير في موقف صعب، هو الاختيار ما بين قرارين كلاهما حله صعب، التأخير له اضرار وغير مضمون ان الفترة القادمة ان تكون البلباء اقل حدة، وايضا الامتحان في هذا التوقيت قد يكون لصاحبه اضرار نتيجة خروج الطلبة واحتكاكهم من خلال المواصلات ومن خلال دخول وخروج. الجزء اللي يخص الوزير ابتدى يعمله اللي هو ان يأمن صحيا الطلبة منذ لحظة وجودها على باب اللجنة من الخارج حتى انتهائها، دي مسؤوليته. مسؤولية ما قبل وما بعد الوزير ما يقدرش يتحملها، اللي هي التنقلات والمواصلات وحاجة زي كده. واحنا عارفين ان الموقف صعب على جميع الاطراف، صعب على ولي الامر، وصعب على المعلم، وصعب على الطالب، وصعب على اللي هيراقب، وصعب على الوزير، الامر غاية في الصعوبة. طيب التأخير لمدة اسبوعين امر زي اللي بيقول حل الوسط، لا هو التأجيل الكامل لفترة طويلة حتى نشوف الأمور هتروح لفين، ولا هو الامتحان في الميعاد. إذا أنا شايف إنه حل لحد ما نوع من زي بيقولوا إيه التقاط الأنفاس يا أستاذ سيد. أكيد طبعًا، والوزارة بصورة عامة بتحاول الوصول إلى أفضل الحلول. أفضل الحلول. ومش هتغامر بصحة أولادها. أكيد أكيد، لا هتغامر بصحة الأولاد ولا هتغامر بمستقبلهم في نفس الوقت، لأنه التأجيل أكتر من كده هيأثر على العام الدراسي الجديد وهيأثر على طب عندما والخطأ. عندما انا هتكلم حته صعبه شويه، فضل. عندما تصطدم الصحه بالمستقبل، نعم مش بالمستقبل، يعني عندما يصطدم الصحه بالمستقبل، بالمستقبل يبقى الصحه، ده وجهه نظري انا الشخصيه. يبقى هرتب اولويات. طبعا يبقى الاولويات ده. رقم واحد صحه الطالب، طبعًا عندي رقم طبعًا اهم طبعا، وبعد كده شهادته، وده اللي خلى الوزاره اجلت. تمام كده، على امل ان ربنا ييسر وربنا يرفع عننا الغمه دي ان شاء الله. ان شاء الله، وانا متفائل خير ان شاء الله، كلكم هتبقوا بصحة وسعادة، والامتحان هيبقى سهل جدا جدا في متناول الطلبة. أنا ما أعرفش عنه حاجة صحيح، لكن الله بشرهم، لأنه كل الولاد قلقانين وخايفين. يعني يا ريت حضرتك في كل حلقة، سواء أنا حضرتك موجود مع حضرتك أو مش موجود، طمن أولادنا إن شاء الله. قول لهم والله الأسئلة في متناولكم، ومفيش طلاسم هتيجي، وما فيش اسئله ودنك منين يا جحا اللي بنشوفها. لا 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 لا، ان شاء الله، سواء على مستوى الثانويه العامه والثانويه الازهريه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طيب احنا كنا عندنا في سر التفوق عدد من الاسئله، وكان متبقي لينا عدد قليل هنقولهم في بدايه حلقه الهدف واحد مدرسه على الهواء طبعا، ونكمل بعد كده اسئلتنا في الملعب. السؤال كان بيقول استاذ سيد، بالنسبه ل سؤال رقم 14 بيقول ادرس الجدول التالي. نعم، والجدول التالي ده بيقول اي مما يلي فيه صحيح، والعمود الاولاني فيه الخليه، وبعدين العمود الثاني الماده، والعمود الثالث خط الدفاع، وعندنا اربع بدائل الف وب وج. نعم، خلايا صلبيه تنتج ماده الهستامين وتعمل خط دفاع اول، ده الف. ب، خلايا تائيه مساعده تفرز انترليوكينات وتعمل كخط دفاع ثاني. تمام، خلايا تائيه سامه تفرز سموم وتعمل كخط دفاع ثالث. نعم، واخيرا خلايا قاتله طبيعيه تفرز سيتوكينات وتعمل كخط دفاع ثالث. اي طيب من العبارات هو الصح؟ طب نمسك الاختيارات واحد واحد. اتفضل. الف
خلايا صاريه تفرز هيستامين، ده كلام سليم على الراس من فوق. تمام. لكن هل الهيستامين يساهم في خط الدفاع الاول؟ طبعا لا. خلاص يبقى اذا الاختيار غلط. الاول لا. خش على بعديه. تي اتش اللي هي المساعده تنتج الانترليوكينات، تمام، وده كلام عارفينه. ولكن هل الانترليوكينات والتي اتش ساهم في خط الدفاع الثاني اللي هو الالتهاب؟ طبعا لا. تي سي تنتج سموم سموم وخط الدفاع الثالث. طب التي سي في خط الدفاع الثالث؟ طب هي بتنتج سموم؟ ايوه، اسمها بقى ايه؟ سموم لمفاويه. صح كده، يبقى اسمها سموم لمفاويه. بتعمل ايه بقى يا استاذ سيد السموم اللمفاويه بالنسبه كطريقه مقاومه للتقيه السامه مع الخلايا السرطانيه او المصاب بالفيروس؟ كلام جميل. الخلايا هذه المواد اللي هي السموم اللمفاويه بالظبط بتخلي الخلايا السرطانيه تنتحر، تقتل نفسها، اللي بيسموها القتل المبرمج او الانتحار المبرمج، لانها بتحفز جينات معينه في نواه الخلايا السرطانيه على انتاج مواد تحلل ذاتي، تحلل نفسها بنفسها. دي اللي هي السموم الليمفاويه، ودي منها انواع متعدده، حضرتك شرحتها قبل كده في حلقه المناعه، وانا من ضمن اللي سمعوا هذه الحلقه. الله يخليك. طيب العمود الثالث بقى او الجزء الثالث، الخلايا القاتله الطبيعيه. نعم. تفرز سيتوكاينات وتعمل كخط دفاع ثالث؟ طبعا لا، الخلايا القاتله طبعا ما تفرزش سيتوكاينات، هي تعمل كخط دفاع ثاني وقد تعمل كخط دفاع ثالث، ولكنها تنتج انزيمات محلله. تمام، ده كان السؤال. في سؤال اخر استاذ سيد بيقول، بتتم المناعه المكتسبه من خلال اليتين منفصلتين شكليا. جميل. والعبارة الثانية، ولكنهما متداخلتين مع بعضهما البعض من خلال بعض الخلايا الليمفاوية. هل العبارتين دول من غير الاختيارات يا استاذ حسن؟ استاذنك، من غير الاختيارات. تمام. الطالب اللي مذاكر عارف انه المناعة المكتسبة اللي هي خط الدفاع الثالث تعمل وفق آليتين، مناعة خلطية ومناعة خلوية. منفصلتين شكليا. طبعا شكليا بس، احنا بندرسهم لتسهيل الدراسة. يبقى العبارة الأولى صحيح. صحيح. تمام. والثانية، ولكنهما متداخلتين مع بعضهما البعض من خلال بعض الخلايا الليمفاويه. اكيد التقيه المساعده بتشارك فيهم، البلعاميه بتشارك فيهم هما الاثنين، البائيه حتى البلازميه بتشارك فيهم هما الاثنين، اذا هناك تداخل كبير ما بينهم، اذا العبارتين صحيحتين. وده كان سؤال برضو جميل، رغم ان الكلام من داخل الكتاب بتاعه، لكن ممكن يكون ما بيكونش باخد باله منه وهو بيذاكر. اكيد، ما هو ده المستويات التفكير العليا المرتبطه بالمنهج، مش مستويات تفكير بعيده عن المنهج يعني. تمام. عندنا سؤال المنهج اخر استاذ سيد بيقول، كل ما يلي يزيد من نفاذيه الاغشيه الخلويه. نعم. عدا. نعم. الانسولين. نعم. الاسيتايل كولين، الليمفوكاينات، الهيستامين، في ثلاثة منهم بيزودوا. نعم. النفاذيه، واحد الله ما بيزودش. الله على السؤال ده، السؤال رابط ثلاث ابواب مع بعض، الهرمونات مع الدعامه مع الحركه مع المناعه معروف ان الانسولين يزيد نفاذية أغشية الخلايا للجلوكوز علشان تمتصه، ليقلل الجلوكوز في الدم، يبقى بيزود نفاذية أغشية الخلايا لمرور السكريات الأحادية على رأسها الجلوكوز، الجلوكوز وليس الفركتوز. تمام. الأستايل كولين بينفذ أو بيزود نفاذية غشاء الليفة العضلية ليدخل أيونات الإيه الصوديوم وينعكس الاستقطاب، تحصل عملية اللا استقطاب، يبقى زيادة نفاذية عشان تمرور أيونات الصوديوم لتعادل الشحنات السالبة وتتفوق عليها عشان تعمل السطح الداخلي موجب ويحصل انقباض ويتم انقباض العضل. طب لو جينا للرابعه، الهيستامين بتزود نفاذيه جدران الاوعيه الدمويه للسوائل. لما تحصل بس المره دي مش دخول بقى، المره دي زياده نفاذيه مش لدخول الوعاء الدموي، المره دي لخروج، مين هيخرج من الوعاء؟ بالظبط كده. يبقى اذا الليمفوكاينات معروف ان هي المواد التي تفرزها الخلايا التائيه الكابحه في نهايه المناعه عند بعد القضاء على الميكروب، علشان هذه المواد تؤدي الى وقف الاستجابه المناعيه بصوره عامه، وطبعا ده موضوع كبير لو فسرنا اكتر من كده هياخد وقت طويل. تمام. عندنا السؤال رقم 17 بنفس طريقه العبارات الصحيحه والخطا استاذ سيد. نعم. الاجسام المضاده جزيئات كبيره الحجم. نعم. دي العباره الاولى. نعم. ويعمل الهستامين على زياده نفاذيه دخولها الى الخلايا المصابه، يعني اللي سبب دخول الاجسام المضاده الى الخلايا المصابه كان الهستامين. نعم. عندنا العبارتين، من وجهه نظر حضرتك العلميه مبدئيا، الاجسام المضاده عباره عن سلاسل بروتينيه، وبيبقى حجم الجزيء بتاعها، الحجم الجزيئي بتاعها كبير، وده اللي بيخليها لا تستطيع الدخول عبر اغشيه الخلايا المصابه بالفيروسات، وبتبقى فعاليتها في مقاومه الخلايا المصابه بالفيروسات قليله. يبقى العباره الاولى ان الاجسام المضاده جزيئات حجمها كبير، دي عباره صحيحه. لكن هل الهيستامين يعمل على زياده نفاذيه دخولها؟
هو احنا حضرتك لسه قايل دلوقتي لسه مين ماده طارده، ماده تخرج هو الزاوية النفاذية عشان تمر سوائل الدم، ادي واحد اللي عملت التورم. نعم. والمواد السامة القاتلة اللي قضت على الميكروبات، بالإضافة لثلاث أنواع من الخلايا مش صغيرة في الحجم، خلايا البلعمية الكبيرة والخلايا المتعادلة وخلايا وحيدة النواة. بس كله خروج يا أستاذ، كله خروج إلى أنسجة مصابة. بالظبط كده، لكن ما دخلتش أجسام مضادة ولا خرجت أجسام مضادة. بالظبط بالظبط. والهيستامين أصلا كمادة بتعمل فيه خط المناعه، خط الدفاع الثاني اللي ما فيهوش اجسام مضاده اصلا. اذا الاختيار كان ب، العباره الاولى صحيحه والعباره الثانيه خطا. سؤالنا اللي بعد كده رقم 18. نعم. اللي حضرتك كنت بتشرحه من فتره دلوقتي. نعم. الموت بالجينات للخلايا السرطانيه يعرف بالموت المبرمج. نعم. وتسببه. نعم. هل السموم الليمفاويه ام البيروفورين ام الانترفيرونات ام الهيستامين؟ اعتقد وضحناها، اللي هي السموم الليمفاويه اللي تنتجها الغذائيه السامه النشطه بفعل. عندنا سؤال رقم 19 بيقول الإنزيمات التي تحلل هيموجلوبين الدم. نعم. تفرزها الخلايا البائية أم التائية أم البلعمية الكبيرة أم السارية؟ البائية مين اللي التهم خلايا الدم الحمراء وحللها؟ البائية تفرز أجسام مضادة، تفرز إنزيمات. تمام. التائية طبعا كلمة مبهمة لأن أنا عندي ثلاثة تائية، كل واحد منهم تفرز حاجة مختلفة. تمام. إذن هذا اختيار مبهم. الأخيرة اللي هي السارية. والتائية ليست ملتهمة. وليست ملتهمه من الاساس. بالزبط. والصريع ايضا كان في سؤال قبل كده قلنا ليست ملتهمه. تمام. يبقى اذا الخلايا الملتهمه الوحيده هي البلعميه الكبيره، هي التي تحلل الهيموجلوبين في الطحال. كنا شرحنا الجزئيه دي في الحلقه. بالزبط. اللي فاتت في قلنا عليه مقبره خلايا الدم الحمراء. كلام جميل كده. يبقى البلعميه الكبيره بما لها من لايسوسومات تحتوي على انزيمات محلله وقدرتها على تحليل الخلايا التالفه والخلايا الهارمه ومنها خلايا الدم الحمراء وتحليل محتواها والى وإعادتها الى موادها الاولى. اذا الهيموجلوبين يتم تحليله الى احماض امينيه والى حديد بفعل انزيمات موجوده في لايسوسومات الخلايا البلعميه الكبيره خاصه الموجوده في الطحال. اذا استخدامهم البلعميه الكبيره. نعم. بتعيد استخدامها ثاني. سؤال 20 ورقم اخر سؤال. نعم. في الاسئله هنا بيقول الخليتان المتعاكستان في الوظيفة هما البلعمية الكبيرة والبائية متعاكسين ولا التائية المساعدة والتائية السامة ولا التائية السامة والتائية القاتلة الطبيعية أم التائية المساعدة والتائية المثبطة؟ مين بيشتغل عكس مين؟ أسئلتك ما شاء الله عليها أستاذ حسن. الله يعني الله أكبر. لو بصينا للبلعمية الكبيرة والتائية طبعا عملهم مش متعاكس، ده فيه تعاون كمان ما بينهم لأن التائية المساعدة بترتبط بها. التائية المساعدة والتائية السامة برضو التائية المساعدة بتنتج السيتوكينات اللي بتنشط التائية السامة. التائية السامة والقاتلة الطبيعية الاثنين بيقوموا بنفس العمل ولكن بطرق مختلفة. يبقى التائية المساعدة والتائية المثبطة. التائية المساعدة بتنشط جميع آليات المناعة. بينما التائية المثبطة توقف جميع آليات المناعة. يبقى هما مادة منشطة ومادة مثبطة. مادة مثبطة. والاثنين بيشتغلوا على بعض على فكرة. والاثنين بيشتغلوا على بعض. ما هو يعني التائية المساعدة لما تفرزت السيتوكينات بتنشط التائية. نشطت التائية الايه؟ المثبطة. المثبطة. والتائية المثبطة أول ما عملت توقف عمل التائية المثبطة. أول واحدة. نعم. اللي هو المثل بيقول خيرا تعمل شر تلقى. لا خيرا تلقى. وهينا خيرا ان هي بتوقف الاستجابة المناعية. بالظبط كده. الاثنين اشتغلوا من أجل الخير. بالظبط. فالتائية المساعدة تي اتش. نعم. هي أفرزت مادة السيتوكينات. نعم. اللي نشطت بها كل الخلايا المناعية بما فيها التي اس. بما فيها التي اس ولكن. نعم. كان تنشيط التي اس كان تنشيطا مؤجلا الى بعد القضاء على الميكروب. بعد القضاء على الميكروب. تمام. وبالتالي اخر عمل تعمله في حياتها التائية المساعدة هي تنشيط التائية المثبطة. واول عمل تعمله التائية المثبطة لا توقف عمل التائية. بالظبط كده. فاذا توقفت التي اس تقريبا عملنا توقف لكل الخلايا الاخرى. نعم. لان تي اتش هي الخلايا المحوريه الاساسيه اللي بتنشط كل الخلايا التائيه الاخرى والبائيه. نعم. والقاتله. نعم. الطبيعيه. نعم. دي كانت المجموعه اللي احنا اتفقنا عليها وهي كانت المفروض ان الاسئله السبعه اللي انا قلتهم في بدايه الحلقه دول كان المفروض يكونوا مع سر التفوق، لكن احنا مش هنختلف على اعتبار ان احنا كلنا بنكمل على بعض والبرنامجين شيء واحد لخدمه طلبه الثانويه العامه. عندنا مجموعه اخرى من الاسئله المرة دي هنتكلم بقى بشكل عام، أسئلة المرة دي فيها تذكر بقى وفيها فهم، مش كلها مستويات عليا، فتعال نشوف أول سؤال اختيار متعدد، والسؤال بيقول كل ما يلي من مسببات المرض والموت عند النباتات عدا الفطريات، الحرارة المرتفعة، المبيدات الحشرية، التيلوزات، مين اللي
ما بيعملش موت من الاربعه. طبعا التيلوزات دي وسيله من وسائل المناعه كمان يعني. تمام. نعم دي التيلوزات، الاختيار هنا التيلوزات. خلاص. اثنين، من امثله المناعه التركيبيه الموجوده سلفا في النبات، هل الادمه الخارجيه ام الجدار الخلوي ام خلايا الفلين ام الف وب معا؟ الموجودة سلفا أي التي توجد منذ إنبات النبات، موجودة وراثيا فيه، دول حاجتين وأعتقد ولادنا عارفينهم كويس أوي، اللي هم الأدمة الخارجية والجدار الخلوي. الأدمة تسبق الجدار الخلوي في بشرة النبات، بينما البشرة تلي أو تسبق الأدمة في جلد الإنسان. ما في ده في جلد الإنسان. هي معكوسة بس بالنسبة للإيه؟ للترتيب. نعم. لكن إحنا خلينا في النبات، احنا عندنا فوق بنسميها أدمة اللي هي الطبقة التي تغطي البشرة من فوق البشرة، اللي هي فوق البشرة. نعم. تتكون خلايا الفلين في النبات بسبب نمو النبات في السمك. نعم. نمو في سمكه ولا جمع الثمار ولا سقوط الأوراق ولا كل ما سبق؟ مين أسباب تكوين خلايا الفلين؟ الثلاث حاجات طبعا أكيد، لأن نمو سقف السمك بيخليه يحصل فيه تشققات على، لأنه لا يتناسب الأدمة الخارجية ما تتناسبش مع الزيادة فيحصل تشققات فيه، وجمع الثمار برضه يؤدي الى اللي مكان الثمره نفسه بيبقى عباره عن جرح. وسقوط الاوراق نفس الكلام، يبقى اذا الاجابه هنا كل ما سبق. تمام. تتكون التيلوزات نتيجه تمدد الخلايا مين في النبات المصاب، هل هي البارنشيميه ام الكولانشيميه ام السكولانشيميه ام كل ما سبق؟ طبعا تمدد الخلايا البارنشيميه. طب لو طالب سال ليه الكولانشيميه والسكولانشيميه ما عندهاش قدره على التمدد؟ غلظت الاركان بالسليلوز، وده بيديها شيء من الصلابة قليلا فيجعلها لا تستطيع التمدد. طبعا التمدد محتاج حتى محتاج مرونة في الجدار. لو خدت بالك وبقول برضو للطلبة، حبة اللقاح لما جت تتغلظ كان التغلظ ليس بكل الجدار الخلوي، في ثقوب انبات، كان في اجزاء من الجدار. نعم. لم يترسب عليها مواد تزيد من سمك الجدار. نعم. فكانت هذه المناطق هي الاكثر مرونة التي تسمح بالتمدد. نعم. للنواة الانبوبية عندما تضغط عليها عشان تعمل لي انبوبة الايه؟ اللقاح. نعم. نفس فكرة النواة الانبوبية في هذا الشكل الانبوبي اللي عملته ديت هي نفس اللي اتعمل مع الخلايا البارنشيمية. نعم. علشان تعمل التمدد داخل الاوعية المقطوعة. فسميته في حبة اللقاح انبوبة لقاح. نعم. بينما سميته في الخلايا البارنشيمية في الخشب سميته تيلوزات. نفس الفكرة تقريبا، نفس الفكرة. نعم. تمام. عندنا سؤال آخر بيقول من أمثلة المناعة التركيبية في النبات، تركيبية. نعم. نعم. هل فينولات أم الكنفانين أم الجدار الخلوي أم إنزيمات نزع السمية؟ مين المناعة التركيبية؟ التركيبية بتستبعد كل المواد الكيميائية. بالظبط كده. التركيبية بتستبعد كل المواد الكيميائية، سواء فينولات أو جلوكوزيدات أو أحماض أمينية أو إنزيمات نزع السمية، أستبعد ده كله، وهي طبعا الفلين. أسماء إزاي؟ اسماء حضرتك يا مستر، علي صوتك يا اسماء. الو. ايوه سامعك. ازي حضرتك يا مستر؟ الله يسلمك يا اسماء، ازاي حضرتك؟ بخير وحضرتك طيبه وانت بخير يا بنتي. كان عندي سؤال واحد بس. وانا اسال سؤال انا كمان. اوكي ماشي. اسالي سؤالك وبعدين نشوف السؤال. ها اختر. يتكون الكيس الجنيني في النباتات الزهريه من خليه. يتكون الكيس الجنيني. نعم. في النباتات الزهرية من خلية 3 نون 3 نون 2 نون 2 نون نون وكل ما سبق. كل ما سبق. تمام. كيس الجنيني قبل الإخصاب يا أسماء تكون محتوية على 6 خلايا ونواتين، وكل واحدة فيهم أحادية المجموعة الصبغية فقط، ده قبل الايه؟ قبل الإخصاب. إذا قبل الإخصاب ستكون جميع أنوية هذه الخلايا أحادية المجموعة الصبغية، وما ينفعش أقول 8 نون، ليه؟ لأنهم هم الـ8 ما اندمجوش ببعض. إذا هي نون طالما كيس جنيني قبل الإخصاب. طب لو كان كيس جنيني بعد الإخصاب تغيرت عدد المجموعات الصبغية، لماذا؟ لأن أصبح عندي جنين 2 نون وأصبح عندي إندوسبيرم 3 نون وما زالت هناك بعض الخلايا التي لم تتحلل بعد، مثل خلايا مساعدة، خلايا سماتية أحادية، لكن هتتحلل. عشان كده السؤال مهم جدا يا أسماء يكون دقيق علميا، هل قبل الإخصاب أم بعد الإخصاب؟ فهمت الفرق بينهم؟ قبل الإخصاب لها إجابة وبعد الإخصاب لها إجابة. قبل الإخصاب أحادية المجموعة الصبغية، وبعد الإخصاب جميع ما سبق.
فهمت ليه الفرق؟ استاذنك يا استاذ حسن، في ملحوظه برضو على اتفضل السؤال. يا استاذ. السؤال انت قلت يا اسماء يتكون الكيس الجنيني في النباتات الزهريه من خليه. كلمه تتكون هنا، هل تكوينه هو تم ازاي؟ ولا هو يحتوي على ايه؟ لا، لو من خليه كانت البدائل هتختلف بالظبط، كان نقول خليه جرثوميه اميه، خليه جرثوميه كده، لكن هي طبعا تقصد عدد المجموعات الصبغيه او المحتوى الكيس الجنيني. يبقى الخلايا يبقى الصيغه الافضل تبقى تضيف خلايا تحتوي كذا وكذا، الكيس الجنيني على كذا وكذا. نعم. اسماء ازيك؟ انت معايا اسماء ولا مشيتي؟ ايوه مستر، مع حضرتك. طب هتسمعي السؤال اللي انا هقوله لك؟ اوكي ماشي. ويعني جاوبتيه كان بيها، ما جاوبتيش برضه مفيش مشكله. يعني يسالك في اللي بعده، يعني من امثله وسائل المناعه التركيبيه في النباتات اللي بتتكون كاستجابه للاصابه بالميكروب، يعني المناعه التركيبيه دي نمره واحد، واتكونت كاستجابه للاصابه دي رقم اثنين. هل ترسيب الصموغ ام الجدار الخلوي ام انتاج الفينولات ام انتاج الجلوكوزيدات؟ مين اللي اتكون كمناعه تركيبيه؟ اتكون كمناعه تركيبيه الجدار الخلوي. جدار خلوي يعني كانت الخليه، خلي بالك من السؤال، هل كانت الخليه بلا جدار وعندما تعرضت لجرح او اصابه اصبح لها جدار؟ ثاني حضرتك، انا مش شايفه السؤال. لسه قايل طيب. السؤال اللي فات هقول تاني. بص بص يا اسماء، احنا انا بدربك ليه بقى؟ عشان لما تيجي في الامتحان وتبتدي تركزي في حاجه زي كده دايما ما تتسرعيش الاختيار، لان دايما في السؤال اختيار متعدد ده هتلاقي الاربع اجابات على قدر من التشابه، وممكن تعمل لك نوع من عدم دقه الاختيار. فانت حلليها كده، اولا هي مناعه تركيبيه، لما بصيت على الاربع بدائل لقيت فيهم اتنين تركيبيه واتنين بايوكيميائيه، صح؟ ترسيب الصموغ والجدار الخلوي مناعه تركيبيه، والفينولات والجلوكوزيدات مناعه ايه بقى؟ بايوكيميائيه. يبقى انا استبعدت جيم ودال خلاص. نيجي عندي الف ترسيب صموغ وب جدار خلوي، مين اللي اتكون قبل الاصابه؟ مين اللي كان موجود مسبقا؟ ومين اللي اتكون عندما تعرض النبات للاصابه؟ ماشي يا اسماء؟ اسماء انت بتسمعيني التلفزيون؟ طيب مش لاسماء بس يا جماعه، التوعيه دي والارشادات ديت موجهه لكل الطلبه. ما تختارش عشوائي، ولو ما انتش عارف الاجابه اشتغل بطريقه من سيربح المليون، الاستبعاد اللي هو الاستبعاد، استبعد بديل واثنين، لكن ما تختارش عشوائي وما تكررش الاختيار، يعني ما اختارش مره وارجع اقول اجابه اخرى واختار اختيار اخر، هتاخد صفر بالذات. لا طبعا استاذ سيد، ايه السبب اللي خلينا استخدمنا او اخترنا ترسيب الصموغ وما اخترناش الجدار الخلوي؟ يعني هي مرتبطه يا استاذ حسن بالسؤال اللي احنا لسه مجاوبينه من شويه، لانه انا عندي المناعه التركيبيه في النبات نوعين. مناعه موجوده مع النبات منذ بدء انباته، اللي هي المناعه الموجوده سلفا او الموجوده اصلا، ودي بتشمل زي ما حضرتك قلت الادمه والجدار الخلوي. والمناعه التي تتكون كنتيجه او كاستجابه للاصابه بجرح بسبب نمو السقف السمك او تساقط الاوراق او تساقط الثمار، اللي هي المناعه التي تتكون، اللي هي تشمل الخمس وسائل مناعيه اللي هم ترسيب الفلين لمنع الدخول. حضرتك اشرت ان في منهم ثلاثه بيمنعوا انتشار، واثنين بيمنعوا الدخول. اثنين بيمنعوا الدخول، الفلين والصمغ. الفلين والصمغ، الفلين في منطقه الجرح ذاتها، الصمغ في الخلايا المحيطه او اللي حوالين منطقه الجرح. والفلين داخلي، داخلي، والصمغ انما الصمغ خارجي. على السطح. كلام جميل بالظبط كده. نعم. تدخل الاحماض الامينيه غير البروتينيه في تركيب، او اسف سولب ليه، من امثله المواد التي تفرزها النباتات لمنع دخول الميكروب، تايلوزات، صموغ، انزيمات نزع السميه، الفينولات. مين الماده اللي منعت دخول الميكروب؟ اكيد دخول الصموغ، ماده يبقى الصموغ على طول، وده نفس السؤال اللي فات تقريبا. تمام. يعني تدخل الاحماض الامينيه غير البروتينيه في تركيب السيفالوسبورين ولا الفينولات ولا الجلوكوزيدات ولا كل ما سبق؟ السيفالوسبورين والكانافنين هم الاثنين دول اللي هم الاحماض الامينيه التي تدخل في بناء، لا تدخل في بناء بروتين في النبات. طيب ولا ولا ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه اخبار الثانويه العامه؟ تمام الحمد لله. ال 15 يوم اللي خدتيهم اجازه منحه ولا محنه؟ هما انا هستفاد ان انا هحل اكتر، وفي نفس الوقت انا كنت عامله جدول وماشي عليه يعني كويس، وكنت مقرب اوصل. جات الخير خير يعني. يعني يعني منحه. منحه. طيب انت وانت نازله من البيت ان شاء الله في يوم الامتحان،
ما الإجراءات اللي أنت هتعمليها حتى تكوني على درجة كاملة من الحماية منذ خروجك من باب البيت حتى وصولك إلى اللجنة وهم يتولوا الجزء الآخر؟ تعملي إيه؟ أنا هلتزم طبعا بإرشادات وزارة الصحة إني مش هت يعني مثلا مش هتكلم مع حد، مش هسلم على حد، وطبعا لفت اتمامتي وجوندي معايا لحد ما اوصل اللجنه. ولا طيب. صاحبتك اللي قريبه منك قوي ولا غيره تعرف حد؟ ولا مش حد الايام دي. ولا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. التركيز في موضوع ممكن ياثر على موضوع اخر، بمعنى لو الانسان اتشد عصبيا بالخوف من كورونا وهعمل ايه ومش عارف ايه والقلق ده، انت عارفه ان دي كانت اسباب تؤدي الى نسيان بعض المعلومات اللي انت راح تمتحن فيها بسبب التوتر والخوف من المجهول. فانا عايز ليكي ولغيرك، عايزكم تبقوا عاملين زي الجنود بتوع الجيش، زي الناس اللي هي عارفة ان قضاءها عند ربنا وعمرها محسوب ومحدش هيحصل له حاجة الا بما كتب الله لنا. طبعا مش كده ولا لا؟ طبعا مش هشغل نفسي وأقلق نفسي بموضوع الفيروس. أنا همي الأول والأخير أروح أجيب الستين من الستين في الأحياء رقم واحد. في مين؟ في الأحياء. أيوه. وجميع المواد الأخرى. طبعًا ما أخذ الاحتياطات اللازمة، تاخد الكمامة بتاعتك، بس مش بالقلق. كله مش بالقلق، لا لا. يلا ولاء، السؤال الأولاني بتاعك. معايا الأول الاختياري تأثير الهرمون نقط. تأثير الهرمون. نقط. دائما محفز. دائما محفز. نادرا منشط. ايه ده بدائل؟ دائما محفز. ونادرا منشط. منشط. نادرا مثبت. وبعدين نادرا مثبت. غالبا منشط. غالبا مثبت. غالبا ايه بقى؟ مثبت. مثبت. هي تعريف الهرمون ايه؟ ايوه. في الاول. مادة بروتينية. مادة بروتينية ليس لها تفرز في الدم، ليس لها خلايا خاصة تفرز منها وتنتقل إلى الأعضاء. لا اهدي شوية، ما دخليش الروتينات. طيب. في هي طبعا هي طبعا زي ما انت قلت كده بتفرز في الدم بدون قناة. نعم. وتصل إلى الخلية المستهدفة والخلية اللي تؤثر عليها أو النسيج اللي تؤثر عليه. لكن في النهاية من خصائصها إنها مادة إيه؟ محفزة. محفزة. مادة إيه؟ محفزة. قد تحفز الخلايا الى انها تقوم بوظائفها. فاحنا عندنا دائما محفز، وعندنا نادرا مثبط. خدت بالك من كلمتين؟ لكن مش نادرا منشط، ومش غالبا مثبط. انا بختار ما بين استاذ سيد ما بين مين ومين؟ دائما محفز ونادرا مثبط. طيب لو دائما محفز، هل مفيش نوع من الهرمونات؟ هو طبعا اكيد هي ده الاجابه. نعم. هل في هرمونات بتعمل عمليه تثبيت؟ اكيد. اللي هي زي الليمفوكاينات اللي احنا بنقولها بتثبت في النشاط اللي لسه بنتكلم عنها. بس الليمفوكاينات ما هيش هرمون، مش هقدر احطها مع الهرمونات. لا تعتبر مواد كيميائيه عاديه، ليست هرمونيه ولن تؤخذ كمثال. لكن عايز اقول لك من امثله الهرمونات المثبته الاوكزينات. فهناك اوكزينات تعمل على تثبيت النمو وتؤدي الى موت النبات، وانت خدتيها في جزء بتاع التكاثر في النباتات العشبيه اللي هي النباتات الموسميه. اللي هي لما بتنتهي من اداء وظيفتها في اتمام التكاثر وتكوين البذور والثمار على طول بتبتدي تثبت من عملها. لكن انا اختار هي التثبيت هنا برضو اضافه لكلام حضرتك استاذ حسن. التركيز العالي من الاوكسينات زي ما بينشط ويحفز نمو خلايا الساق بيثبط نمو خلايا جزء التركيز العالي. فهنا الـ 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 الهرمون بيبقى فيه دور تنشيطي في التركيزات العاليه لخلايا الساق ودور تثبيطي لخلايا الجسم. طيب ولا عندك اي اسئله تاني؟ عندي. طيب نوع المفصل بين الفقره الاولى والجمجمه. نوع المفصل. انا عايز بقى بصي الحاجات اللي مش موجوده في الكتاب دي. انا مش عايزك تشغلي بالك بكل ما ذكر من اي اسئله ليست لها وجود في الكتاب. من اهمها، هل سعادتك عندك المفاصل التي تفصل ما بين الفقرة العنقية الأولى ومفصل الجمجمة؟ الإجابة لا. إذا ما تشغليش بالك خلاص، وتعودي الفترة الجاية تستبعدي من دماغك كل الأسئلة التي ليست لها إجابة
واضحة في كتاب الوزارة. أشكرك لا على تواصلك معنا. سؤال أستاذ سيد بيقول ماذا يحدث في الحالة التالية؟ وتنويه بس. ماذا يحدث؟ لازم الولد يكتب النتيجة وإذا كان هناك تفسير للنتيجة. تمام. غياب الطبقة الشمعية من الأدمة الخارجية لسطح النبات، إيه اللي ممكن يحصل؟ غياب أي مكون من جسم كائن حي معناه غياب وظيفته. تمام. يبقى أنا لما أمسك المكون اللي قال عليه إن هو غاب شيء طبيعي أشوف وظيفته إيه؟ وأقول إن وظيفته دي مش هتتم. طب هنا السؤال بيقول غياب الطبقة الشمعية. طب الطبقة الشمعية بتعمل إيه؟ تمنع استقرار المية على سطح خلايا النبات. على سطح الأدم الخارجية. وبالتالي لا توفر الوسط الملائم لنمو وتكاثر البكتيريا. تمام؟ إذا لو الطبقة الشمعية مش موجودة يبقى عدم، يبقى النتيجة تجمع الماء على بشرة النبات مما يعطي فرصة لتكاثر لانتشار وتكاثر الجراثيم والفطريات. كمان دعاميا بقى تقلل الصلابة بتاعة خلايا النبات والدعامة مما يفقدها الدعامة التركيبية. طيب ممكن بس كمان نضيف أستاذ سيد اللي هي الطبقة الشمعية بالنسبة للدعامة هي لها وظيفة ان هي تمنع فقد الماء، فهي دعامة تركيبية. نعم. وتمنع فقد فقد الماء ده بالنسبة جانب. زي ما حضرتك اشرت ان لها جانب دعامي وجانب منعي. محمد من حلوان، محمد ازاي؟ محمد ايوه صباح الفل. صباح النور، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كنا سألنا سؤال للطالبة اللي قبلك على طول، قلنا ايه هي اللي ممكن تعمله وانت رايح اللجنة؟ انت نفس السؤال عشان سألت بنت وسألت ولد، يعني ايه اللي انت ناوي تعمله وانت نازل من بيتك لغاية ما توصل للجنة تأمينا لحياتك وصحتك وحفظا على عائلتك واسرتك الكريمة؟ تعمل ايه؟ مش همشي مع حد. تمام. وهمنع من التجمع خالص والبس كمان. دي النصيحة اللي انت ممكن تقولها لزمايلك، بلاش الاختلاط، بلاش التجمعات، بلاش القبلات والهزار والتلامس. مش كده؟ بالظبط. ونأجل الكلام ده ان شاء الله الى ما بعد انتهاء الفيروس. طب اسئلتك يا محمد ايه؟ كيف تحصل على فأر له ثلاث اباء؟ كيف تحصل على فأر له ثلاث اباء؟ انا عايز افهمك بس حاجه ليك ولغيرك. كلمه ثلاث اباء لا تعني اباء ذكورا، يعني لا تعني ذكورا. فالاباء المقصود بها تقصد بذلك ذكورا واناثا. انت فهمت المعنى طبعا. تمام. في سؤال تاني يا محمد؟ لا شكرا. طيب اسمعني بقى برضو معاك. نعم حضرتك استاذ سيد. ازاي تعرف تحصل على فار له ثلاث اباء واقصد بها ليس المعنى اللغوي دوت هي الاباء والامهات معاهم. تمام. مبدئيا دي اللي هي من ضمن نواتج عمليات اطفال الانابيب، اكتشاف اطفال الانابيب ان هم لما قدروا ياخدوا بويضه ويخصبوها وتزرع في رحم الزوجه علشان عدم علاج العقم. تمام. قدروا يعملوا حاجه ثانيه. ابو ام ابو ام واحد ابو ام واحد كده خلاص، واحد واحد واثنين وعايز ثلاثه. قدروا يعملوا ايه؟ قدروا يعملوا ان هم ياخدوا بويضه تخصب بحيوان منوي تكون كتلة خلوية تزرع في رحم أم تلتة اللي بيسموها الأرحام المستأجرة. بص بقى بتوع الفلسفة خبراء الفلسفة يزعلوا مننا. ليه يا محمد؟ خلي بالك من الحتة دي. انت تخش فلسفة بس اقولها لك. الفلسفة عندهم قضايا أخلاقية. واللي بنقوله ده يتعارض مع القضايا الأخلاقية. أكيد. مش معنى ان احنا جماعة بقى ما عندناش مبدأ ولا دين، لا. واحنا بتوع البيولوجي بنقول ما قاله للسيد سيد مصطفى سيد خليفه لا يتم لا شرعا ولا قانونا. طبعا. تمام. يعني تجربا علميا فقط، لكنه مثال. نعم. ولكنه في ورقه امتحان محمد مش هنكتبه. نعم. ليه بقى مش هكتبه؟ لان هناك مثال اخر قانوني اللي هو يا محمد لو انت معايا زراعه الانويه. في زراعه الانويه بعمل ايه؟ بجيب بويضه من انثى ارنب. يبقى جبت البويضه منين؟ من انثى ارنب. نعم. ورحت جبت نواه من خليه جنينيه لجنين في مرحله مبكره من النمو، ده جنين تاني. نعم. طيب البويضه من انثى الارنب كان فيها مجموعه صبغيه؟ نواه بتاعتها نون. نعم.
طيب والنوالم الخليه الجنينيه 2 نون، بعدين عملت ايه؟ عملت نواه من جنينيه محل نواه البويضه، لغايه دلوقتي انا اتكلمت في 2. ولما رجعت لرحم انثى اخرى. طيب يبقى هنا كام فرد شارك؟ لغايه دلوقتي شارك الانثى، طبعا الخليه الجنينيه لها اب وام، الخليه الجنينيه لها اب وام، ادي 2. والبويضه بتاعت الارنب ادي الام الثالثه او الاب الثالث. خلاص كده؟ يبقى دول 3 شاركوا. خدت نواه من خليه جنينيه لها اب وام، زرعتها محل نواه بويضه من انثى ارنب، ورجعتها الى رحم نفس انثى الارنب، يبقى دول 3. لكن لو رجعتها في رحم ارنب رابعه بقى هنا، يبقى ده الاب الرابع. وقلنا في زراعه الانويه الشكل بقى بتاع الخصائص الوراثيه هيبقى لمين فيهم؟ لصاحبة النواة الرحم ولا صاحبة البويضة المنزوعة النواة ولا صاحبة الخلية؟ صاحبة النواة المنزوعة اللي اتنقلت للبويضة غير المخصبة. ده كان سؤال محمد اللي فتح معانا قضية أخلاقية مهمة جدا بتنادي بها الفلسفة. نعم. وده أجمل ما في الفلسفة. طبعا. سلمى من القاهرة، سلمى ازاي؟ حضرتك يا مستر؟ إن شاء الله. الأول أخبارك إيه؟ الحمد لله. والأحياء؟ كويسة الحمد لله. هتعملي إيه في 15 يوم؟ زيادة يعني اي حاجة ناقصة هكملها بإذن الله. تمام، يعني انت شايفاها حاجة كويسة؟ اه الحمد لله. يوم سهل يا رب. سلمى انت عندك اسئلة يا سلمى؟ حسن سلمى. نعم. ايه رأيك في اقتراح الاستاذ حسن اللي قاله اللي هو محاكاة الامتحان؟ طبعا حاجة كويسة. تقبلي تجربيها؟ نعم. محاكاة الامتحان ان انت تقعدي في اوضة لوحدك انت مراقب نفسك، تجيب بوكلت مش محلول او محلول. ايوه. وتحليه وتاخدي وقتك الثلاث ساعات وانت مراقب نفسك وضميرك. وتحطي كمامه على الانف والفم. كانك قاعده في لجنه الامتحان بالظبط. ومعاكي كحول كده وكانك قاعده في اللجنه يعني. في لجنه الامتحان بالظبط. ايه رايك في الاقتراح ده؟ طبعا حاجه كويسه، يعني نجهز قبل الامتحان فما نبقاش حاطين ان احنا خايفين قبل الامتحان. حطي نفسك في الجو نفسه، في المود. يعني فكرة الأستاذ حسن فكرة رائعة، يا ريت أولادنا كلهم يطبقوها، والله هتشيل من عندكم التوتر اللي أنتوا فيه الأيام دي. أيوة. اتفضلي قولي أسئلتك. اسألي بقى يا سلمى. ها. علم افتراض بعض العلماء بعد تجربة افتراض بعض العلماء بعد تجربة التحول البكتيري. نعم. التحول البكتيري. أن الدي إن إيه هو المادة الوراثية. هو المادة الوراثية. اقول سؤال تاني. علم يتم تحديد طرفي الدي ان ايه هيكل سكر شريط الدي ان ايه رقمين 3 و5. ايوه. ها برقمي 3 و5. 3 شرط 5 شرط. في حاجه تانية يا سلمى؟ انا سلسله الوسائل الدفاعيه. ده تعريف سلسله الوسائل الدفاعيه التخصصية التي تقوم بها الخلايا الليمفاوية لمقاومة الكائن المسبب للمرض. تمام. هتبقى استجابة مناعية ولا خط الدفاع الثالث ولا المناعة المكتسبة، مش كده؟ نعم. اولا هي إزاي؟ لما اقول سلسله من الوسائل الدفاعيه التخصصيه تكون بها الخلايا الليمفاويه لمقاومه الكائن المسبب اسمها الاستجابه المناعيه. استجابه مناعيه. لكن في نفس الوقت هي تعتبر برضو خط الدفاع الايه؟ التالي. يعني الاثنين مفيش ما بينهم فرق. بالظبط كده. تمام ماشي، شكرا يا مستر. اسمعيني بقى من التلفزيون السؤالين اللي احنا هنقول. استاذ سيد بتقول علل افتراض بعض العلماء بعد تجربه التحول البكتيري. نعم. ليه قالوا ان الدي ان اي ماده الوراثه؟ ايه اول تجربه نجحت في انها تثبت دي ان اي ماده الوراثه؟ اولا التحول البكتيري فيه تجربتين، التجربه والتجربه اللي هي الحاسمه. التجربه الاولى تجربه التحول البكتيري ذات نفسها لم تثبت بدقه ان دي ان اي هو الماده الوراثيه، بمعنى التجربه اللي قام بها العالم جريفيس على بكتيريا الالتهاب الرئوي. عرف ان في ماده بتنتقل من الاس المقتوله حراريا الى المادة. اعتقد اولادنا مذاكرين التجربه عندنا دوت، وده مش هحطه في الاجابه، هو عايز الاجابه على طول. الاجابه على طول. يبقى اذا التجربه التي اثبتت واكدت هي اكتشاف انزيم ديوكسي ريبو نيوكليز بعد عزل الماده المسببه للتحول.
اكتشاف انزيم ديوكسي ريبونكليز ومعاملة المادة النشطة المسببة للتحول البكتيري بهذا الانزيم، اي تحليل دي ان ايه منها وبقاء البروتين. طيب عند لو قلنا سلمى كانت بدأت سؤالها بافتراض، نعم، بعض العلماء، نعم، والافتراض غير التأكيد. تمام، تجربة حضرتك تأكيد، دي تأكيد، تأكيد ان الدي ان ايه مادة وراثة. يبقى سؤال سلمى بتقول، نعم، افترض بعض العلماء، آه، معنى الافتراض، نعم، معناه ان مفيش دليل في ايدي. يبقى اذا مفيش دليل يبقى اكيد ما قبل ما بين جريفيس وما بين تجربه الحاسمه هو قيام افري وزملائه بعزل الماده المسببه للتحول البكتيري، واكتشفوا انها تحتوي على دي ان ايه، وكان العلماء قالوا له انها ليست ماده نقيه ولكنها ملوثه او مختلطه ببعض البروتين، وان البروتين ماده التحول البكتيري، فظل هذا فرضا. نعم، يبقى لما سلمى تقول لنا افتراض بعض العلماء يبقى انا هتكلم على تجربه افري. بالظبط كده. لكن لو قال حضرتك قلت بقى دلوقتي من شويه، لو تاكدوا بقى، نعم، ان بعد التحول البكتيري تاكد العلماء، نعم، ان ماده الوراثه هي دي ان ايه، يبقى انا هتكلم على التجربه الحاسمه. يبقى انا عندي ثلاث مراحل هنا في اثبات ان دي ان هو ماده وراثيه، جريفيس وافري. سؤال سلمى الثاني بيقول يتم تحديد طرفي هيكل السكر فوسفات برقمين 3 شرطه 5 شرطه، ايه سبب هذا التحديد؟ هذا التحديد مبني على ما يوجد في الطرفين من مجموعات وظيفيه. ففي احد الطرفين يوجد مجموعه فوسفات وهي مرتبطه بذره الكبد رقم 5 للنيوكليوتيد الاولى، الفوسفات دي حره مش مرتبطه باي حاجه قبلها. تمام، ولذلك يطلق على هذا الطرف 5 شرطه. 5 شرطه، بينما الطرف الاخر يوجد فيه مجموعه هيدروكسيل مرتبطه بذره الكربون رقم 3 للنيوكليوتيد الاخيره الطرف الثاني. ويطلق على الطرف 3. يبقى ده كان سؤال سلمى الثاني. طبعا التعريف قلنا على طول سلسله الوسائل الدفاعيه للاستجابه المناعيه، وهي برضو ما تعرف ب خط الدفاع او خط الدفاع. نعم. ماذا يحدث في الحالات التاليه؟ تعرض نبات للتمزق نتيجه نمو في السمك، وحضرتك كنت قلتها من شويه، اللي هي تكوين الفلين. نعم. عدم ترسب السلوز على الجدار الخلوي خاصه لخلايا البشره الخارجيه، لو ما فيش ترسب سلوز هنا فيه حاجتين ممكن نضيفهم عشان دعامه ومناعه. دعامه ومناعه بالظبط كده. اللي يفقد الصلابه بتاعته وبالتالي يفقد الدعامه التركيبيه، وخاصه اذا ترسب مع الجنين كمان، كما انه السلوز اذا لم يترسب الصلابه بتبقى قليله، فيسهل على الكائنات الممرضه اختراق هذا الجدار الرقيق. هذا الجدار. طيب عندنا سؤال برضو في ماذا يحدث غياب الاشواك من نبات التين الشوكي لو ما فيش اشواك؟ غياب الاشواك، آه، ما هي برضو يعني احنا تعرضنا ليه في الاسئله الالكترونيه. الاشواك تمنع استقرار الميه برضو، بالاضافه لان هي تمنع حيوانات الرعي من التهامها. طيب غياب الاشواك يبقى شيء طبيعي، ستتجمع المياه على بشره هذه النبات. كلام جميل. مما يساعد على انتشار الميكروبات وتكاثر الجراثيم، كما يسهل على الخلايا الحيوانات الرعي التهام هذا النبات. طيب سؤال ايضا بيقول ماذا يحدث عدم تكوين التيلوزات في النباتات بعد اصابتها بالميكروب؟ اصيبت بميكروب في قطع في النسيج الوعائي، نعم، وما تكونتش تيلوزات. طبعا ده يؤدي الى انتشار الميكروب على نطاق واسع. ان احنا قلنا انه الاوعيه الخشبيه عامله زي المواسير الميه اللي طالعه من اول البيت وداخله كل الشقق. تمام. فلو دخل لا قدر الله سم في الماسوره الام دي، شيء طبيعي هيتوزع على جميع الشقق وجميع الحنفيات اللي موجوده في البيت كله، ايا كان ان شاء الله العماره كلها يعني. يبقى اذا سوف يتم انتشار الميكروبات على نطاق واسع في انسجه النبات. سؤال اخر في ماذا يحدث بيقول افراز النباتات المصابه بالميكروب بانزيمات نزع السميه. نعم. يحصل ايه لما تفرز انزيم نزع السميه؟ تتفاعل هذه الانزيمات مع السموم التي تنتجها الميكروبات وتحولها الى مواد غير سامه فتلغي تاثيرها على النبات. بالظبط كده. نعم. سؤال اخر في ماذا يحدث في الحالات التاليه؟ نعم. مهاجمه خيوط الغزل الفطري لخلايا النبات. لو هاجمت الخلايا نبات غزل فطري، كل اللي بتعمله النباتات ديت انها بتحيط حول هذا الغزل بغلاف يمنع انتقاله من الخليه المصابه الى الخلايا السليمه، واللي بيسموها التراكيب المناعيه الخلويه. بالظبط بيسموها التراكيب المناعيه الخلويه. بس انا ليه استفسار لحضرتك، انا استفسر من حضرتك بقى، هي اسمها غزل فطري ولا غزل فطري؟ دي لغه عربيه بقى، نشوف ده فيها حد لغه عربيه. لا انا كنت سمعتها غزل، كنت سمعتها وارجو يعني اصل غزل اصل غزل ده غزل عفيف غزل. يعني هي غزل، لان هي معظم الفطريات عادية الخلايا بتبقى خيطيه. ايوه. فالخيوط بتبقى
متشابكه مع بعضها فعامله زي الغزل، فبيطلع على الغزل الفطري. طيب نعم. يبقى احنا عرفنا معلومه جديده انها غزل، وده فعلا لان الخيوط بتبقى متشابكه. نعم. بس قبل ما ناخد سؤالنا معانا احمد من المنيا. احمد ازيك؟ احمد ازيك؟ الو احمد سامعني كويس؟ طيب احمد ممكن يبقى يتواصل معانا تاني لو هو مش واصل لنا تليفون. ماذا يحدث لو اصابت النباتات ببكتيريا سامه؟ بكتيريا سامه يعني هتنتج سموم. هتنتج سموم معناها انه النبات هينتج انزيمات نزع السميه. يبقى اذا ينتج النبات انزيمات نزع البكتيريا السامه دي وصلت للانسجه الداخليه بتاعته طبعا. تمام. تنتج النباتات الانزيمات نازعه السميه لتتعامل مع هذه السموم البكتيريا السامه. بس هي ما بتتعاملش مع بكتيريا، هتتعامل مع السموم. السموم وتفصل سميتها. نعم. سؤال اخر بيقول علي لما ياتي، يعتبر الجدار الخلوي المناعه التركيبيه في النبات، ليه اعتبرناه مناعه تركيبيه الجدار الخلوي؟ لانه بيمثل تركيب من تراكيب النبات التي تمنع دخول الميكروب. اكيد. تعتبر الحراره والبروده ونقص الميه نعم. عوامل اقل ضررا نعم. على النبات من المركبات السامه. طبعا لانه يمكن تجنب ضررها. النبات اذا كانت الميه قليله في التربه ممكن من ببساطه نرويه. عناصر غذائيه قليله في التربه نقدر نضيف الاسمده المحتوي على هذه العناصر، يبقى اذا يمكن تجنب وتلافي اضرار هذه النبات هذه العوامل المسببه للمرض اللي هي بنسميها عدم ملائمه البيئه، نقدر نتجنب اضرارها. بالظبط. نعم. تمام. تلجأ بعض النباتات احيانا الى افراز السموم، ودي يعتبر قلناها كتير جدا لما بيتعرض النبات بشره النبات الى حدوث جرح او تمزق. بعض النباتات وليس كل النباتات تقوم بافراز ماده صمغيه بتغطي بها هذا الجزء الممزق او المجروح فتمنع دخول اي اجسام وميكروبات الى داخل انسجه النبات الداخليه. علل. يلجأ النبات يلجأ الانسان احيانا الى التربيه النباتيه. التربية النباتية زيها زي الهندسة الوراثية، وسائل من وسائل الحصول على أو إنتاج سلالات نباتية أكثر قدرة على مقاومة الأمراض، أكثر قدرة على مقاومة الأمراض. وهنا بالنسبة للجزئية دي حسنا عايزين نقول لأولادنا إن ممكن يجي يقول لي ما المقصود بيه؟ وسؤال ما المقصود بيه يمكن حضرتك أشرت إليه في حلقة سابقة، لابد إنه مش شرط إنه يكون فيه النص للتعريف. ممكن على اي جزئيه يقول لي ما المقصود به في هذه الحاله اقول له كل المعلومات عن اللي انا اعرفه عن هذه الجزئيه. فالتربيه النباتيه كل اللي اعرفه عنها ان هي وسيله، اللي موجود في منهجكم ان هي وسيله من وسائل حصول الانسان على سلالات من النباتات اكثر قدره على مقاومه الايه؟ الامراض. تمام. على تفرز النباتات المصابة غلاف يحيط بالفطريات المهاجمة لها لمنع انتشارها، حضرتك قلتها من قليل. تمام. يعني لمنع انتشارها. لمنع انتشارها. يلجأ النبات المصاب أحيانا إلى قتل بعض أنسجة المصابة حتى لا يصبح مصدر لانتشار الميكروب من هذا الجزء المصاب إلى بقية أجزاء النبات، فيمنع عنه المية والغذاء إلى أن يموت هذا النسيج بما فيه الميكروب اللي موجود فيه، والدي اللي بيسموها حسن الحساسيه المفرطه. حساسيه النبات المفرطه. ويمكن طبعا نتذكر الخير للبشر كلهم، دي بتشبه حالات بتحصل في الانسان لا قدر الله لما انسان بيصاب بغرغرينه او تسمم في احد الاطراف، فلا يكون هناك حل الا ايه؟ بتر. بس هنا البتر بيبقى بتر جراحي، لكن النبات بيعملها ذاتيا مع نفسه، يبتر ويستبعد الجزء المصاب او النسيج المصاب حتى لا ينتشر منه الميكروب. في سؤال اخر بيقول علل. تلجأ النباتات المصابه الى افراز الفينولات والجلوكوزيدات. اكيد هذه المواد مواد سامه، مواد قاتله. هذه المواد كانت بتبقى موجوده في بعض النباتات ولكنها بتبقى مش موجوده في نباتات اخرى، وكمان كميتها بتكون اقل فتزيد في الكميه. هذه المواد تعمل على قتل و
موت الميكروبات اللي بتدخل الى وتظبيط نشاطها طبعا كمان. وتظبيط نشاطها. دي اللي هي الجزء الخاص ب المناعه، كانت يعني مناعه في النبات. سؤال اخر بيقول تتكون جميع الخلايا الليمفاويه فين؟ في نخاع العظام ولا في الغده التيموسيه ولا في اللوزتين ولا في بقع طيب؟ في نخاع العظام، ودي قلنا اعتقد احنا شغالين. تنضج الخلايا الليمفاويه الباقيه فين؟ في نخاع العظام ولا التيموسيه ولا الطحال ولا كل ما صار؟ برضه في نخاع العظام. تمام. نعم. نخاع العظام المسطح المسؤول عن انتاج خلايا الدم الحمراء ام خلايا الدم البيضاء ام الصفائح الدمويه ام كل ما صار؟ طبعا كل ما صار. كل ما صار. نعم. توجد بقع باير فين بالظبط؟ في الجزء الخلفي من الفم؟ نعم. ام في الغشاء المخاطي مبطن للامعاء الدقيقه؟ ام الجانب العلوي الايسر من تجويف البطن؟ نعم. ام على القصبة الهوائية؟ طبعا في الغشاء المخاطي المبطن للجزء السفلي من الامعاء الدقيقه. عشان كده الجزء السفلي ده او الاخير من الامعاء الدقيقه اكثر مناعيا من الجزء الاولاني. الماده اللي بيسموه الاستاذ حسن بيسموه اللفائفي والصائم. الجزء الثاني بيسموه الصائم. هو ده اللي بيبقى فيه بقع باير اللي هم الامعاء الدقيقه 12 بتدي 12 وبعدين صائم، صائم وبعدين لفائفي. اللفائفي هو اللي بعدين مستقيم. اللفائفي اسف اللفائف بعدين القولون. اللفائفي بعد كده الامعاء الغليظه نخش بعد كده على القولون. على القولون الجزء اللي هو اللفائفي الجزء الاخير منه ده هو اللي بيبقى فيه بقع باير. باير. نعم. الماده التي تحفز نضج الخلايا الليمفاويه الجذعيه الى خلايا تائيه، اي ماده؟ نعم. كيموكاينات، انترليوكاينات، تيموسين، انترفيرونات. تيموسين خلاص، لان الخلايا التائيه تنشط تنضج تستكمل نضجها وتتميز الى انواعها في الغده. وهو نفس الكلام الهرمون اللي له علاقه بنضج الخلايا الليمفاويه التائيه، هو نفس الاجابه اللي هو التيموسين. هو هرمون التيموسين. بتحتوي العقد الليمفاويه على خلايا بائيه ام خلايا تائيه ام خلايا بلعاميه كبيره ام كل ما سبق؟ كله طبعا. دي طبعا تمام. العقد دي فيها كل الانواع، موجوده جواها. خلايا الليمفاويه اللي بتحفز البائيه لانتاج الاجسام المضاده هي من؟ هي التائية المساعدة أم التائية السامة أم التائية المثبطة أم القاتلة الطبيعية؟ المساعدة أكيد، المساعدة لأنها هي التي تنتج الانترليوكينات اللي بتحفز الخلايا الباقية على الانقسام إذا كانت مرتبطة بأنتيجين لأول مرة. لما تنقسم تنتج خلايا باقية بلازمية، خلايا الباقية البلازمية هي اللي بتنتج الأجسام المضادة المتخصصة لهذا النوع من الأنتيجينات اللي مرتبطة بها الخلايا الباقية. الخلايا الليمفاوية اللي تهاجم الخلايا السرطانية والأعضاء المزروعة، خلي بالك بقى المرة دي خلايا سرطانية وأعضاء مزروعة. نعم. هل هي تي اتش اللي بتهاجم أم تي سي أم تي اس أم جميع ما سبق؟ طبعا الإجابة كلكم عارفين إن هي تي سي اللي هي القاتلة السامة. نعم. وهي اللي بتقدر تهاجم خلايا سرطانية وأعضاء مزروعة. نعم. أعلى نسبة من الخلايا الليمفاوية نعم. في الجسم هي البائية أم القاتلة الطبيعية أم التائية أم النسب متساوية؟ طبعا التائية نسبتها 80% من الخلايا الليمفاوية، بينما البقية من 10-15%. أما الNK اللي هي القاتلة طبعا من 5-10 أقلهم طبعا. وحضرتك جبت الرسم البياني في اللي كان بيعصب كده. طيب مجموعة بقى الخلايا الليمفاوية كلها تمثل قد إيه من خلايا الدم البيضاء؟ من 20-30% من خلايا الدم البيضاء اللي بينتجها نخاع العظام. ودي يعني هستأذن حضرتك صدق. التطبيقات اللي بتيجي عليها بتبقى تطبيقات بسيطه برضو لقياس مدى استيعاب الولاد للنسب دي. يعني ممكن يجيب له يقول له قطره دم تحتوي على عدد سين من خلايا الدم البيضاء، ما اقل عدد الخلايا الباقيه، ما اقل عدد الخلايا التائيه. يعني تطبيق بسيط قد يكون موجود في الامتحان، قد يكون موجود. واعتقد حضرتك ادرى واقرب ل صناعة الامتحانات وأقرب للمطبخ بتاع صناعة الامتحانات. يعني التطبيقات دي ممكن تكون موجودة في الامتحان، زي التطبيق ده اللي هو تطبيق عدد الخلايا الليمفاوية في قطرات الدم. احنا يعني ان شاء الله هنعمل حلقة لكده للأجزاء التطبيقية والرسومات. انا وعد الطلبة كده لان دول بالنسبة لهم مهم جدا. معنا احمد من البحيرة. احمد ازاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. هو بيقول لي ان المناعه الخلويه اكثر فعاليه من المناعه الخلفيه. المناعه الخلويه اكثر فعاليه من المناعه الخلطيه. في حاجه ثانيه يا احمد؟ في مع اللي هو اهميه اللي هي الانتيجينات اللي هي مستقبلات المناعيه.
اهميه الانتيجينات بالنسبه للمستقبلات المناعيه؟ لا، اهميه الانتيجينات واهميه المستقبلات المناعيه. يعني حاجتين المستقبلات الاثنين، اهميه الاثنين. ماشي. تمام. في حاجه تاني؟ نعم. اشكرك يا احمد، ممكن تسمعني من التلفزيون الاسئله دي. نعم. استاذ سيد بيقول ان المناعه الخلويه اكثر فعاليه من المناعه الخلطيه، ايه التفسير لكده؟ اولا هو لو مذاكرهم كويس يشوف عدد انواع الخلايا المشاركه في الخلطيه وعدد انواع الخلايا المشاركه الليمفويه المشاركه في الخلويه. والمواد الكيميائيه اللي بتتكون هنا ايه، والمواد الكيميائيه اللي بتتكون هنا ايه، والخلايا التي تؤثر عليها الخلطيه ايه، الميكروبات والاجسام الغريبه، والخلايا اللي بتاثر عليها المناعه الخلويه ايه. احنا لو عملنا المقارنه دي اجابه سؤاله هتبقى في هذه المقارنه. بمعنى المناعه الخلطيه تساهم فيها ثلاث انواع من الخلايا فقط، اللي هم بلعاميه وبائيه وتائيه مساعده. اما المناعه الخلويه فتشارك فيها خمس انواع من الخلايا، اللي هم نفس الثلاثه الاولانيين دول، البائيه والبلعاميه والتائيه المساعده، ومعاهم الاضافه للتائيه السامه والقاتله الطبيعيه. والقاتله الطبيعيه. لا، هو عايز بس نعم. اكثر فعاليه. اكثر فعاليه، لان اكثر فعاليه زي حضرتك كنت اشرت من شويه. نعم. اولا لما جيت اتكلم على الاستجابه المناعيه، كلام جميل، ساجد ان المناعه الخلطيه نعم. استجابه من نوع واحد بس اللي هو الاكسام المضاده، محدوده لسه كنا، لكن الاستجابه في الخلويه بتكون متعدده طبعا. ففي استجابه من خلال ان كي بالانزيمات المحلله، واستجابه من خلال التائيه السامه من خلال البيروفورين والسموم الليمفاوي، كلام جميل. ده بالاضافه لاستجابه من خلال البائيه بالاجسام المضاده كمان. اذا المناعه الخلويه اكثر فعاليه من المناعه الخلطيه لتعدد الاستجابات المناعيه في المناعه الخلويه عن الخلطيه، وده ناتج عن تعدد انواع الخلايا المشاركه فيها طبعا. الجزء الثاني اللي يهمني ان الاجسام المضاده في المناعه الخلطيه لا تستطيع الاجسام المضاده الدخول الى الخلايا والقضاء على الميكروبات بداخل الخلايا لكبر حجمها. نعم. على عكس المناعه الخلويه تملك من المواد التي تستطيع بها ان تدخل الى داخل الخلايا. نعم. فالبيروفورين يحدث ثقوب في الخليه المصابه. نعم. والسموم الليمفاويه تنجح في النفاذ الى داخل الخلايا والوصول الى النواه وتفعيل الجينات زي ما قلنا. نعم. من شويه. نعم. بالاضافه الى الخلايا القاتله الطبيعيه اللي تفرز من انزيمات محلله. نعم. وبالتالي الاستجابه بالاجسام المضاده اقل فعاليه، بينما الاستجابه من خلال البيروفورين والسنفيا دي كلها تكون استجابه. وده لا يمنع ان كل منهما له اهميته. طبعا هو طبعا اكتره في المناعه الخلطيه. نعم. بيبقى البكتيريا. نعم. بينما في المناعه الخلويه بتكون الفيروس والخلايا السرطانيه. كلام جميل. السؤال الثاني بتاع احمد بيقول اهميه الانتيجينات وما اهميه المستقبلات المناعيه. اولا الانتيجينات انا عايزها بس يعني انا اتمنى من حضرتك مضادات او مولدات مضاد. تمام. الانتيجينات كمعلومه بس اضافيه بسيطه هي عباره عن بروتينات سكريه او بيسموها الجلايكوبروتين. تمام. دي بتبقى موجوده على اسطح اجسام الخلايا بتاع اي كائن حي، وتختلف من كائن لايه؟ لاخر. هذه الانتيجينات او المستضادات او مولدات الضد بتبقى موجوده على اسطح الميكروبات الغريبه والاجسام الغريبه اللي بتدخل جسم الكائن الحي او جسم الانسان. هذه الانتيجينات بيتعرف عليها خلايا الليمفاويه والخلايا المناعيه اللي موجوده المتخصصة. في الجسم المتخصصه. نتيجه ان هي تركيبها يختلف عن تركيب الانتيجينات اللي موجوده على خلايا الجسم نفسها اللي بنسميها المستقبلات. يبقى المستقبلات دي اللي موجوده على خلايا الجسم. اهميه الانتيجينات هي مواد يتعرف عليها الخلايا المناعيه المتخصصه بالظبط وللقضاء على الميكروبات. اما المستقبلات هي المواد التي تستطيع بها الخلايا الليمفاويه الارتباط بهذه الانتيجينات. بالظبط، موجوده على الخلايا الليمفاويه بس. بالظبط، بتبقى موجوده على الخلايا الليمفاويه. طيب، معانا خالد من هنا، خالد ازاي؟ الله يخليك يا استاذ. قول لي يا خالد، طبيعه محافظه هنا تختلف عن طبيعه محافظه القاهره في التنقلات والمواصلات والحاجات دي. انت ناوي تعمل ايه علشان تكون في حاله من الامان والسلامه حتى وصولك الى اللجنه ان شاء الله؟ والله يا فندم، هو استاذنا هي اللجنه بتاعتنا قريب عنينا، يعني بعيده قد ايه؟ قريبه ولا بعيده؟ لا قريبه عني. طب الحمد لله، ده شيء حاجه تطمننا كويس قوي. هتتمشاها ولا هتركب حاجه؟ نعم استاذ خالد، خالد انت يعني هتوصل للمدرسه دي
ماشي ولا هتستخدم وسيله مواصلات؟ لا ماشي يا استاذ. ما شاء الله. تمام كده يا خالد، انا اطمنت عليك. وانا تملي بسال السؤال دوت ليه؟ عشان استفيد من مجموعه النصائح والارشادات اللي ممكن تقدمها الطلبه للاخرين ازاي يتعامل مع الموقف. تمام؟ ايوه. قول لي بقى الاسئله اللي انت عايزها. هو انا معايا 3 اسئله. اتفضل. السؤال الاولاني، يختلف توقيت الانقسام الميوزي من كائن لاخر. يختلف توقيت الانقسام الميوزي من كائن لاخر. وضح. تمام. في السؤال الثاني يا خالد. ماذا يحدث اذا كان لانثى الانسان دور التزاوج سنوي؟ ماذا يحدث لانثى الانسان اذا كانت دورة التزاوج سنوية؟ سنوية بالسين. ها؟ السؤال الثالث بيقول لي المشيمة سلاح ذو حدين. وضح. المشيمة سلاح ذو حدين. وضح. قبل ما تسيبني يا خالد، عايز اقول لك بس حتة نصلحها كده عشان برضو تبقى انت عارف. نعم. لا تسمى في دورة التغيرات التي تطرأ على المبيض والراحم في المرأة، لا يطلق عليها دورة تزاوج، ولكن يطلق عليها زي ما انت عارف دورة حيض او دورة طمس. تقول لي ايه الفرق؟ دورة التزاوج تقال على الحيوان، والانسان ليس حيوان. وبالتالي مش كده برضو؟ وفي دورة التزاوج تعرفها ايه؟ بتقول ان هي الدورة التي او الفترة التي يجهز فيها المبيض بويضاته، كده كلنا زي بعض، انسان مع حيوان. الفترة التي يجهز فيها المبيض بويضاته، ويتزامن خروج البويضات مع موسم التزاوج. الجزء الاخرين من التعريف ده ينطبق على الانسان؟ يتزامن خروج البويضات مع موسم التزاوج. هل في الانسان له موسم للتزاوج؟ الاجابه يا خالد لا، مش كده؟ من هنا كانت تسميه دوره التغيرات التي تحدث لكل من المبيض والراحم في المراه باسم دوره الطمس وليست دوره التزاوج، لانها ليست مرتبطه بموسم التزاوج. دي نمره واحد. نمره اثنين، وسميت بدورة حيض أو طمس لأنها تبدأ وتنتهي بخروج دم الحيض. فالحيض دم والطمس دم، فعشان كده سميت بهذه الدورة. هتقدر بقى تسمعني إجابة الثلاث أسئلة من الأستاذ سيد ومني إن شاء الله من التلفزيون يا خالد. ماشي؟ تمام يا أستاذ. تمام. في مجموعة أسئلة جميلة يا أستاذ حسن. طيب، يختلف توقيت الانقسام الميوزي من كائن لآخر. نعم. فسر له بمثال. طيب، الانقسام الميوزي يكون في بعض الكائنات بعد حدوث الاقصاب، اللي هو زي ما حدث في الاقتران. في الاقتران. تمام. تحل بسبايدوجيرا بعد الاقصاب حتى يعود العدد الاصلي لصبغيات. بالظبط كده. الاسبرجايا. كلام جميل قوي. تمام. وايضا يسبق الاقصاب المره دي بقى، كما في الانسان والنباتات الزهريه وكل الكائنات بتتكاثر جنسيا لانتاج الامشاج. لانتاج الامشاج. يبقى يختلف توقيت الانقسام الميوزي، فقد يسبق اما يكون يسبق الاندماج او يلي الاندماج. او يلي الاندماج، يسبق الاقصاب او يلي الاقصاب. بالظبط كده. تمام. السؤال الثاني بيقول ماذا يحدث اذا كانت هو الاسئله الافتراضيه انا ما بحبهاش. يعني الاسئله الافتراضيه بدل ما هي شهريه كل سنه. كل سنه بويضه. يبقى اذا شيء طبيعي كانت هيؤدي ذلك الى انتاج محدود من الافراد. ده اكتر مما هو محدود فعليا. بالظبط. يعني كلام جميل. الثلاثة المشيمة سلاح ذو حدين، لأنها قد تكون أو دائما تكون مصدر للغذاء والأكسجين والفيتامينات والأملاح اللازمة للجنين. يبقى بتستخلص المواد الغذائية المهضومة والأكسجين من دم الأم. نعم. وتنقلهما إلى دم الجنين عبر الحبل السوري. دون اختلاط الدمين. كلام سليم. وقد تكون مصدر ضرر إذا كانت الأم مصابة بفيروس زي الالتهاب الكبد الوبائي أو فيروس الإيدز، أو كانت الأم مدخنة مثلا، أو كانت شاربة للخمور أو غيره. كل ده بيصل تنقل هذه المواد الضارة من دم الأم إلى دم الجنين، مما يؤدي إلى حدوث تشوهات. تمام. أو قد يؤدي إلى الإجهاض. كلام جميل. وما ننساش كمان بقى الخير. نعم. في إفراز المشيمة للبروجسترون، والبروجسترون يساعد على استمرار الحمل. طبعا. بزيادة سمك بطانة الرحم من بداية الشهر الرابع بعد ظهور الجسم الأصلي. دي برضو من ضمن وظائف الإيه؟ المشيمة اللي بتفيد بيها الجنين. دي كانت أسئلة خالد من أنا. ماشي. نرجع لمجموعة أسئلتنا اللي بتقول المواد البروتينية تنتجها الخلايا المصابة بالفيروسات.
هل هي الانترفيرونات ام الكيموكاينات ام الانترليوكاينات ام المتممات؟ طبعا الانترفيرونات، الانترفيرونات وهي بروتينات مجموعه تفرزها الخلايا المصابه بالفيروسات، تنتشر من الخلايا المصابه للخلايا السليمه زي ما قلنا قبل كده برضو في الاسئله الالكترونيه في سر التفوق. تمام. فتحفزها على انتاج مواد تثبط عمل انزيمات تضاعف الماده الوراثيه للفيروس فلا يتكاثر بداخلها حتى اذا دخلها. المواد البروتينيه والانزيمات اللي بتحل الانجينات الخاصه بالميكروبات بعد ارتباطها بالاجسام المضاده واذابه محتوياتها لكي تلتهم خلايا الدم البيضاء هي مين المواد اللي ساعدت الاجسام المضاده في تحليل المتممات؟ المتممات قلناها في التعادل وفي مفعول السم. المواد اللي تساعد جهاز المناعه في اداء وظيفته عن طريق ربط خلايا الجهاز المناعي ببعضه. نعم. وربطه مع خلايا الجسم الاخرى، مين الماده اللي كانت بتعمل كاداه اتصال؟ الانترليوكينات، الانترليوكينات هي المواد التي تعمل كاداه اتصال. اداه تعارف ما بين الخلايا المناعيه وبعضها وبين الخلايا المناعيه وخلايا الجسم الاخرى حتى لا تتصادم اعمالها مع بعضها. مين اسم العمليه اللي هيرتبط فيها الاجسام المضاده باغلفه الفيروسات عشان تمنحها من الانتشار؟ التعادل طبعا. طب لو ارتبطت الاجسام المضاده مع انتشارات عدد من الميكروبات عشان تجمعها وتبقى عرضه لالتهامها من خلال الخلايا البلعميه الكبيره. الصاق او تلازن، عمليه الصاق او تلازن اللي هو ارتباط عديد من الانتيجينات بجسم مضاد واحد. تمام. نعم. لكن الاجسام المضاده اللي هترتبط مع الانتيجينات الزائبه وتحولها الى راسب يبقى ده ترسيب. طريقه من طرق، كل دي طرق عمل، طرق عمل الاجسام المضاده. طب ارتباط الاجسام المضاده مع انتيجينات الميكروب يوم ينشط المتممات عشان تذيب محتويات هذه الميكروبات. يبقى اذا ده التحليل بالظبط. نعم. الخلايا الليمفاويه اللي موجوده في الدم هي من؟ البائيه ام التائيه ام القاتله الطبيعيه ام جميع ما سبق؟ طبعا جميع، كل ده موجود في الدم اكيد، وفي الاعضاء الليمفاويه. نعم. يتم نضج وتميز الخلايا الليمفاويه قلنا قبل كده الجذعيه، قلنا في الغده التيموسيه اللي هي التائيه طبعا. ليه بيطلق على اعضاء الجهاز المناعي اعضاء الليمفاويه؟ لانها موطن ومخزن للخلايا الليمفاويه، ففيها تتكون الخلايا الليمفاويه وفيها تنضج خلال او في بعضها زي نخاع العظام تتكون خلايا الليمفاويه كلها بالظبط، وتنضج الخلايا الليمفاويه ايضا في عضو ليمفاوي اللي هو الغده التيموسيه بالنسبه للخلايا التائيه، البائيه والقاتله الطبيعيه بالنسبه لنخاع العظام، فهي تعتبر موطن لتكون ونضج الخلايا الليمفاويه، عشان كده سموها اعضاء ليمفاويه. بتوجد العقد الليمفاويه على طول الشبكه الليمفاويه. ايه اهميه العقد الليمفاويه هنا؟ انها بتعمل على تجميع او حجز الميكروبات وتنقيه الليمف من الاجسام الغريبه وتحليلها والتخلص منها من خلال الخلايا، سواء كانت البلعميه الكبيره او الخلايا الليمفاويه. يبقى هنا العقد الليمفاويه وظيفتها الاساسيه هنا حجز الميكروبات والاجسام الغريبه وتخليص الجسم منها. عشان كده لو خدنا بالنا هنلاقي في عدد من الاوعيه كلها اوعيه وارده، لكن عند خروج الليمف من العقده بيكون وعاء صادر واحد، وده علشان تعطي فرصه لوجود السائل الليمفاوي هنا او الليمف داخل العقد الليمفاويه فتره اطول، لان ما فيش غير وعاء بس للخروج، فتبقى الحركه بطيئه مما يعطي فرصه اطول لالتقاط كل ما هو غريب في سائل الليمف والتخلص منه. وفي تشبيه ظريف للعقد الليمفاويه استاذ حسن، اللي هي عامله زي الكمائن المتناسله على طريق الطوالي. كل كمين ينزل الموجودين يعمل فلتره للركاب اللي ماشيين على الطريق. بالظبط كده، نفس الكلام. علل تزايد الكيموكاينات في دم الشخص المصاب بميكروب. طبعا الكيموكاينات وظيفتها تزايد اي مكون، يبقى اذا هناك حاجه لوظيفته. بالظبط. الكيموكاينات وظيفتها الاساسيه زي ما حضرتك عارف جذب الخلايا البلعميه نحو موقع تواجد الميكروب، اما عشان تلتهم الميكروب واما علشان تجمع معلومات عنه وتقدمها لجهاز المناعه اذا ما كانتش تقدر تلتهمه، اذا كانت لانه خلايا البلعميه تلتهم انواع معينه من الميكروبات حسب حجمها. فلو الميكروب اكبر من حجم الخلايا البلعميه مش تقدر تبلعه. لا، دي هنا تجمع عنه معلومات وتقدمها لجهاز المناعه عشان يستخدم الوسيله المناسبه للقضاء على هذا الميكروب. الخلايا الليمفاويه حديثه التكوين ليس لها قدره على او قدره مناعيه. نعم. لان الخلايا الجذعيه لم تنضج ولم تتميز، وبالتالي ليست لها قدرة على التعرف على أنتيجينات الميكروب. واضح أن المستقبلات يتم تكوينها أثناء مرحلة النضج، والخلايا المناعية بلا مستقبلات فهي غير متخصصة ولا تستطيع التعرف على الميكروب. عشان كده الخلايا الليمفاوية حديثة التكوين اللي سميناها
الجزيئية لا تستطيع التعرف على الميكروب والقضاء عليه، وبالتالي ليست لها قدرة مناعية إلا بعد النطق. الأجسام المضادة متخصصة يا سيد. الجسم المضاد متخصص طبعا لتركيبه. لو بصينا وعرفنا، احنا عارفين طبعا تركيب الجسم المضاد انه يتكون من زوجين من السلاسل البروتينيه، زوج طويله ثقيله وزوج وزوج قصيره خفيفه، ترتبط برابط كبريتيديه ثنائيه. اللي يهمني في موضوع التخصص هو ان السلاسل البروتينيه كل سلسله فيها جزئين، جزء ده متماثل في جميع الاجسام المضاده يسمى الجزء الثابت، الجزء الاخر وهو ده سبب التخصص الجزء المتغير من السلاسل البروتينيه. هذا الجزء طبعا احنا عارفين ان هي سلاسل بروتينيه يعني تتكون من احماض امينيه، والاحماض الامينيه بارتباطها مع بعض تكون اشكال فراغيه مختلفه. هذا الجزء المتغير يختلف من جسم مضاد لاخر، وبالتالي يعطي شكل فراغي محدد يرتبط مع او يتطابق مع احد انواع اللي هو الانتجين. موقع الارتباط اللي هو موقع ارتباط بالانتجين. الانتجين بالظبط كده. نعم. تلعب الغده التيموسيه دورا هاما قلناها قبل كده في نضج الخلايا الليمفاويه التائيه، فهي بتحول خلايا الجزيئيه الى خلايا تائيه وبتمايزها لانواعها الثلاثه المختلفه. نعم. ليه بيزداد تكوين انترفيونات في الخلايا المصابه بالفيروس؟ حتى يمكن قلناها يعني قلناها وهنقولها ثاني تفسيرا شويه انه هي تفرز من الخلايا المصابه بالفيروسات. تنتشر الى الخلايا السليمه المجاوره لها. تحفز جينات معينه فيها على انتاج انزيمات تثبط عمل انزيمات تضاعف الدي ان ايه، بحيث انه الخلايا المصابه اللي انتجت الانترفيرونات دي لما تنفجر اذا ما كانش عليها اجسام مضاده تمنع خروجها، اذا خرجت الفيروسات وهاجمت الخلايا المجاوره السليمه ما تقدرش تعمل نسخ للماده الوراثيه، لا تتناسخ مادتها الوراثيه ولا تتكاثر بداخلها ولا تدمرها. سؤال اخر، علل تزايد اعداد الخلايا التائيه المثبطه بعد القضاء على الميكروب. نعم. التائيه المثبطه هنا بتنشط بواسطه السيتوكينات لافراز ماده الليمفوكينات، وهذه الماده هي التي تؤدي الى تثبيط نشاط الخلايا الاخرى، فتثبط نشاط الخلايا التائيه المساعده والتائيه السامه والقاتله الطبيعيه والبائيه، وتقلل من انتاجها من الاجسام المضاده لتصل بهذه الخلايا الى المستوى الطبيعي او النسب الطبيعيه لعددها الذي كانت عليه قبل الاصابه. مهم جدا تبقوا انتم عارفين كمان ان السيتوكينات بنشطت الماده ديت، لكن لازم نعرف ان تي اس بتشتغل في كلا نوعي المناعه، يعني المثبطه بتشتغل في المناعه الخلطيه ايضا، وايضا بتشتغل في المناعه الخلويه. سؤال اخر فعال الاستاذ سيد بيقول الخلايا المناعيه البائيه متخصصه، ليه البائيه متخصصه؟ لان البائيه بعد انقسامها تكون انواع خلايا بائيه بلازميه تنتج انواع من الاجسام المضاده لكل نوع من الميكروبات، يبقى تنتج اجسام مضاده متخصصه لانواع محدده من الانتيجينات اللي ارتبطت بيها. يعني طبعا كل خلايا او مجموعه من الخلايا البائيه تعمل على سطحها مستقبلات لا نعم. تتعرف الا على نوع واحد من الانتيجينات وتنتج له نوعا واحد من الاجسام المضاده. الانتيجينات دي كنا بنقول عليهم 19 20 21 يا استاذ حسن. بس طبعا احنا حسبناها عشان ماشي بشكل يعني. الغده التيموسيه طبعا هي غده مناعيه. نقدر نقول ان هي واقعه تحت تاثير جهازين او تتبع جهازين. نعم. تيموسيه. الغده التيموسيه مبدئيا جهاز الهرموني، لان هي تتبع هي غده تبع الجهاز اللي هو جهاز الغده الصماء. جهاز الغده الصماء. وهي غده مناعيه بتصب في الدم بدون قناه. كلام ده واحد. اثنين انها مناعيه لانها تفرز هرمون التيموسين الذي يحفز نضج خلايا جزيئيه الى خلايا تائيه وتميزها انواعها لانواعها، يبقى هي تبع جهازين اللي هو الهرموني او جهاز الغده الصماء والجهاز المناعي. تمام. نعم. سؤال فسر نخاع العظام بيبقى نسيج مشترك بين ثلاث اجهزه مختلفه في جسم الانسان. ليه مشترك بين ثلاث اجهزه؟ تركيبيا هو يوجد داخل نخاع العظام، وبالتالي يتبع هنا الجهاز الهيكلي. تمام. او الهيكل العصبي. اثنين، من اهم ما ينتجه هي خلايا الدم الحمراء والصفائح الدمويه، وهي من مكونات خلايا الدم او هي مكونات الدم، والدم جزء من الجهاز الدوري. نمره ثلاثه، ما ننساش انها بتنتج كل خلايا الدم البيضاء ومن ضمنها الخلايا الليمفاويه،
والدها تتبع الجهاز الليمفاوي او الجهاز المناعي. الجهاز الليمفاوي جزء من الجهاز المناعي. نقدر نقول انها تتبع الجهاز التنفسي برضه يا استاذ حسن؟ على اعتبار اخذت جزء منها هو الدم الدلوع. الحمراء لا خلايا الدم الحمراء الطلوع حاجه الدلوع في عمليه الشهيق الزفير تعتبر عظام. نعم لكن هي جزء من العظام وليس كل عظام. وخلايا الدم الحمراء اللي بيكونها النخاع اللي هي عمليه تبادل الغازات او نقل الغازات من وإلى يعني ملمسه في الجهاز التنفسي التنفسي من خلال خلايا الدم الحمراء بشكل غير مباشر. نعم فسر بيقول توجد علاقه بين الخلايا التائيه المساعده والخلايا البائيه. نعم. ما نوع العلاقه ما بين تي اتش والبائيه؟ علاقه التنشيط. الخلايا التائيه المساعده بتفرز الانترليوكينات والسيتوكينات اللي بتنشط الخلايا. السيتوكينات بتنشطها لانتاج اجسام مضاده مباشره. الانترليوكينات بتنشطها عشان تنقسم في المناعه الخلطيه لتكوين البقيه البلازميه والبقيه الذاكره. يبقى هي علاقه تنشيط. تنشيط. نعم. والثانيه طبعا علاقه طبعا بيسموها اداه التواصل او الاتصال. نعم. يختلف تاثير الانترليوكينات عن تاثير الكيموكينات في الدفاع عن الجسم. نعم. كلنا عارفين وظيفه دي وظيفه دي. نعم. استاذ سيد لسه قال دور الانترليوكينات في اداه اتصال ما بين الخلايا المناعيه وبعضها. نعم. وتحديدا هي ماده لتنشيط الخلايا البائيه والخلايا التائيه المساعده. كمان بالاضافه الى ان او نقول بقى الكيموكينات هي مواد تعمل على جذب الخلايا البلعميه الكبيره نحو موقع الاصابه من اجل القضاء على الميكروب. فسر وحضرتك كنت اشرت عليه من شويه. نعم. تلعب الاحماض الامينيه دورا في تنوع الاجسام المضاده. احنا قلنا ان الاحماض الامينيه حتى في الجزء الاولاني بتاع دي ان ايه ترتبط بطرق متعدده لتكون اعداد اللي حصل لها مختلفه الاشكال الفراغيه. في الجسم المضاد الجزء المتغير احماض الامينيه بتتشكل بطريقه معينه تدي شكل فراغ معين اللي هو موقع ارتباط الانتيجين بيبقى ليه شكل فراغ معين يتطابق مع احد انواع الانتيجين. التشكيل اللي بيتم تشكيل الاحماض الامينيه في موقع الارتباط في موقع الارتباط بالانتيجين اللي بيختلف من موقع لموقع عدد ونوع وترتيب الاحماض الامينيه وعدد السلاسل والرابط الهيدروجين طبعا بالتاكيد الرابط الهيدروجين. نعم. الخلايا البائيه ليها دور في القضاء على الميكروب والاجسام الغريبه عن الجسم. كلكم عارفين ان دور هنا الخلايا البائيه. نعم. هي انتاج الاجسام المضاده والاجسام المضاده تلعب دورا هاما من خلال مجموعة من الطرق المختلفة اللي هي طرق عمل الأجسام المضادة في القضاء على الميكروب من خلال التعادل الترسيب التحلل والتلازل وإبطال مفعول السم. سؤال تقوم الأجسام المضادة بتحييد الفيروسات وإيقاف نشاطها. نعم. كيف؟ تحييد معناه إيه؟ عشان دي كلمة يمكن محيرة الأولاد شوية. جعله بلا تأثير. طب هو تأثير الفيروس إن هو بيرتبط بالخلية بتاعة الجسم اللي هيصيبها ويخترقها مادية الوراثية تخترقها. التحييد معناها جعل هذا الفيروس لا يستطيع الارتباط بالخلية. ازاي؟ بانه بيرتبط به الجسم ضد نفسه. ويمكن بيشبهها لأولادنا زي ما يكون مفتاح له بروزات معينة وتجاوف معينة تتطابق مع اللي موجودة في القفل. فلو انا سديت التجاوف اللي موجودة هنا شيء طبيعي القفل مش هيتعامل مع المفتاح مش هيتعامل مع القفل. فالجسم المضاد بيرتبط بالانتيجين فيمنع قدرته او يوقف قدرته على الارتباط بالخليه التي يصيبها. دي حاله. الحاله الثانيه اذا الفيروس سبق الجسم المضاد ودخل الى الخلايا وتكاثر بداخلها الجسم المضاد هيضطر عشان الخليه بالظبط المصابه منع انفجارها ومنع خروج الفيروسات ومنع خروج مادتها الوراثيه. معايا اسماء من سوهاج. اسماء ازاي؟ الحمد لله. اسماء لجنتك قريبه من البيت ولا على مسافه من البيت؟ قريبه. طيب وهتعملي ايه وانت رايحه اللجنه ان شاء الله؟ ما نبدا نبعد عن التجمعات. هتجيبيها لونها ايه الكمام؟ هتعملي كده لون يمشي مع اللبس اللي انت هتلبسيه ونغير بقى حسب اللبس ولا خلاص هنجيبها اللون الابيض المعتاد او اللون اللبني؟ لا يكون متوفر يعني مش تفرق. ماشي يا اسماء. عندك اسئله؟ اتفضلي. الصح وغلط الامساج دايما. طيب انا عايز بس اقول ان مفيش اسئله تجيلك في امتحان ثانويه عامه اسمها صح وغلط. لا هي يعني مدى بين مدى صحه العبارة. مدى صحه العبارة. هنا مدى صحه العبارة. طب اقول الامشاج دائما احاديه المجموعه الصدفيه. الامشاج دائما احاديه المجموعه الصبغيه. اثنين
والسؤال الثاني عايز اعرف هو المفاصل الغضروفيه فيها اربطه ولا لا؟ الايه؟ المفاصل الغضروفيه فيها اربطه ولا لا؟ المفاصل الغضروفيه تحتوي على اربطه ام لا؟ تمام. في حاجه تانية يا اسماء؟ هو في سؤالين جزئيين زي بعض يعني في الشكل عايز اختار. طب قوليهم كده بسرعه. استجابه مناعيه. الاستجابه المناعيه فوريه. فوريه إيه؟ استجابه مناعيه فوريه. فوريه عمل الجسم ضد مستضاد. لعمل الجسم ضد عامه استجابه مناعيه فوريه وعامه للجسم ضد المستضاد. الجسم ضد الميكروبات. الجسم ضد الميكروبات. وجاءت الاختيارات استجابه التهابيه. بصي بصي انت بتقولي ان هي فوريه وعامه ها؟ طيب ايه تاني؟ في الاختيارات جاب استجابه التهابيه وثانويه. عايزه ايه بقى فيها؟ ما هي اختيارات في الاثنين دول. هو السؤال لا عامه ما يبقاش. هو السؤال ده اختيار متعدد ولا مصطلح علمي؟ لا اختيار. اختيار متعدد؟ اه. طب قولي لي بقى البدائل. الاستجابه المناعيه فوريه وعمل الجسم ضد الميكروبات وبعدين عندنا بدائل. استجابه مناعيه اوليه، استجابه مناعيه ثانويه مش كده؟ واستجابه التهابيه. واستجابه بالالتهاب؟ نعم. طب ايه البديل الرابع؟ السؤال الثاني البديل الرابع. لا مفيش ثاني. مفيش بديل رابع؟ طيب ماشي. السؤال الاخير ليكي يا اسماء. هي في سؤال ثاني اللي هو شبهه قلت لحضرتك. طب ولي اللي هو خلايا مسؤوله. خلايا مسؤوله عن استجابه الجسم الفوريه الموضعيه. الجسم الفوريه الموضعيه ضد المستضاد. له علاقه بالسؤال اللي قبله يعني. ما هي بتقول السؤالين قريبين من بعض. نعم. ده بدائله ايه بقى ان شاء الله؟ الخلايا الصريه. صريه. والخلايا الذاكره. والذاكره بس. بديلين بس. طيب اسماء اسمعيني من التلفزيون، عندك اي حاجه ثانيه غير اللي انت قلتهم لي؟ لا شكرا. اسماء ليها اشكرك يا اسماء. اسماء من سوهاج ليها مجموعه من الاسئله. السؤال الاولاني ليست الامشاج دائما احاديه المجموعه الصبغيه؟ لانه الامشاج قد تكون ثنائيه كما في حاله حشره المن في بعض الحالات تنتج امشاجها بانقسام الميتوزي. تمام. فتكون الامشاج ثنائيه المجموعه. واعتقد ان ده المثال الوحيد اللي موجود عندهم في الكتاب. اعتقد ده المثال الوحيد لان كل امثله بعد كده احاديه المجموعه. كل واحد طبعا. المفاصل الغضروفيه تحتوي على اربطه. هي بتسال هل في اربطه بين المفاصل الغضروفيه وبعضها ولا لا؟ الاجابه نعم. موجود اربطه موجوده بين فقرات العمود الفقري. توجد اربطه بين كل بين العظام بتاع الفقرات. بالظبط بين عظام الفقرات. ما هي المفاصل الغضروفيه بتربط ما بين الفقرات وبعضها. تمام. يبقى المفاصل الوحيده اللي ما فيهاش اربطه هي المفاصل الليفيه. هي عن تحتوي على نسيج اللي في الجمجمه. والنسيج ده كان عباره عن نسيج في بدايه تكوين الانسان او الطفوله وبيتولد برضه بهذا النسيج. لكن مع مراحل النمو يبتدي يتحول النسيج الليفي الى نسيج عظمي حتى تلتحم العظام من خلال اطرافها المسننه. ودي الحكمه ان تعطي فرصه اكبر للمخ ان ينمو خارج الرحم. وده السر في ان عظام الاطفال الحديث الولاده بتبقى في الجمجمه بتبقى طريه. بالظبط. لسه طبعا نسبه الكالسيوم ما خدتش حاجه. نعم. لكن المفاصل الغضروفيه هل تحتوي على اربطه؟ الاجابه نعم. فالاربطه تصل ما بين الفقرات العظميه وبعضها. نعم. عند هذه المفاصل. نعم. ما عدا الفقرات العجوزيه والعصعصيه. نعم. لعدم وجود مفاصل غضروفيه. نعم. الاربطه يا جماعه بتعمل على تثبيت الفقرات فوق بعضها، لان لو كانت المفاصل دي صحيح الفقرات بتبقى فوق بعضها وعندها جسم فقرة عريض يساعدها على الارتكاز مع وجود النتوءات المفصلية الأمامية والخلفية اللي هي العلوية والسفلية. نعم. اللي بتساعدها على الاستقرار، لكن برضو هي في احتياج إلى أن تكون هناك أربطة تربط ما بين الفقرات وبعضها، وده كتير من الطلبة مش واخد باله منها على اعتبار أن هي لم تذكر في الكتاب. نعم. أثناء الشرح. نعم نعم. استاذ سيد السؤال الثالث بتقول وانا طبعا معترض على السؤال الصيغه يعني الاستجابه الفوريه. الاستجابه الفوريه بتحصل اكتر مع خط الدفاع الاول. الاول على الفوريه. نعم. ليه؟ لان تخيل واحد بيشرب سجاير. نعم. اول ما يبتدي دخان السجاير يدخل لاول مره في القصبه الهوائيه
الاهداف بتعمل ايه؟ على طول تبدا تطلع المخاطوه وتبدا يبقى استجابه فوريه ولا لا؟ وعشان كده بيعطس ويكح وفعاله. نعم فعاله جدا لان هتطلع على طول. نعم نعم. اول ما الميكروب يدخل العين، العين هتسكت؟ لا طبعا فورية. تطلع دموع على طول، دموع وبات قاتله على طول. نعم. نعم. مذيبه للميكروبات. نعم. اذا تتميز خط الدفاع الاول عن خطي الدفاع الثاني بسرعة. والثالث بتعريف كده اسمه استجابه سريعه وفعاله. وفعاله سريعة. تمام. البدائل اللي انت قلتيها ينقصها بديل هو استجابه مناعيه اوليه والثانويه. طبعا الثانويه هي اللي فعاله ليه او تتم فوريا. على فكره بنتنا اسماء برضو وهي بتقول قالت الاول خلطيه وخلويه، ما قالتش اوليه وثانويه. بعد كده قالت ايه؟ اوليه وثانويه. انا لو اختار في ضوء اختياراتها اختار الثانويه، لان نعم. عندنا جمله في الثانويه نعم. بتقول ايه؟ بتقول ان خلايا الذاكره البائيه والتائيه وجودها نعم. اول ما الميكروب بيدخل بتكون الاستجابه سريعه. عشان كده الفرق بين الثانويه والاوليه نعم. انا الاستجابه في الثانويه استجابه مناعيه سريعه سريع. بينما في الاوليه بتكون بطيئه. استجابه الالتهاب بطيئه. بس انا في مشكله في السؤال، كلمه عامه. معنى كلمه عامه انها غير متخصصه استاذ حسن، مش كده برضو؟ يبقى خلاص مش هستخدم بقى مناعه ولا مفيش الاوليه الثانويه. هرجع بقى مين؟ المفروض في اختيار اللي هو خط الدفاع الاول. الاستجابه للالتهاب ليس سريعا. طبعا لما بيحصل جرح ما بيلتهبش في نفس اللحظه، بياخد وقت، دي بطيئه. نعم. اذا البديل الرابع اللي هو كان موجود لازم بقدر اقول ان هو هنا الاستجابه، هنا ممكن اعتبره الجلد، ممكن اعتبره الاهداب، ممكن لو قال لي اي حاجه في خط الدفاع، خط الدفاع. برضو قالت الخلايا المسؤوله عن الاستجابه الجسم الفوريه الموضعيه، الموضعيه يعني تعمل في موضعها. نعم. وهي برضو انا عايز ان هي قصده برضو الصريه في الالتهاب، والصريه خطا لسبب بسيط ان الصريه بطيئه في الاستجابه بالالتهاب مش سريعه. مش سريعه. نعم. عايز انبه برضو استاذ سيد برضو اكيد معايا في هذا الاتجاه. نعم. يا اولاد بيبقى في اسئله في بعض الكتب الخارجيه. أيوة. اسئله عقيمه، اسئله قديمه، اسئله خطا بتسبب فقدان الثقه عندكم. ده دي مشكله. فانت اسال مدرس. نعم. وانا مبسوط جدا بالتواصل اللي بيتم دوت على. نعم. اعتبار اللي عنده سؤال. نعم. مش قادر يستوعب هل هو فعلا سليم علميا. نعم. ولا يبقى. نعم. البرنامج هنا بيقدر صياغه السؤال يا استاذ حسن لها قواعد وحضرتك اضرب هذا الكلام. لابد من وضوح العباره ووضوح الاجابه وعدم تعدد الاجابات وعدم تشابه الاجابات بالظبط، والصياغه اللغويه الصحيحه. نعم. طبعا الفتره الجايه مش محتاجه توتر، مش محتاجه قلق، مش محتاجه فقدان ثقه في النفس. عشان كده بقول لك بقدر الامكان الجا للاسئله اللي بتنزل عن طريق الوزاره او في الكتب اللي بتكون فيها ثقه. نعم. عشان هي دي اللي بتبقى علميا سليم. تلعب المكملات او المتممات دورا هاما في تدمير الميكروبات الموجوده في الدم. نعم. ده سؤال في فسر دوره هنا. طالما ميكروبات يبقى انا هتكلم على عمل اجسام مضاده بالتحلل، لان مش بابطال مفعول السم، مش سموم، ان لما هترتبط الاجسام المضاده بالميكروبات، وهنا هيكون الارتباط ما بين موقع الارتباط بالانتيجين مع الانتيجينات الموجوده على سطح الميكروب، مما ينشط عمل المتممات او الانزيمات هنا، فتعمل على تحليل او تحلل اغلفه الميكروبات والانتيجينات. نعم. فتصبح الميكروبات ضعيفه في متناول الخلايا البلعميه. نعم. جميل جميل. سؤال بيقول ماذا يحدث؟ نعم. نقص افراز هرمون التيموسين في مرحله الطفوله. هو هنا المشكله بقى، نقص افراز هرمون التيموسين في مرحله الطفوله يؤدي الى عدم نضج الخلايا الجذعيه الى خلايا تائيه بالكميه الكافيه، فيؤدي الى نقص المناعه او ضعف المناعه، خاصه الغده التيموسيه بتضمر تدريجيا. خليها تنكمش افضل من كلمه تضمر. تنكمش الضمور معناها الانتهاء خالص. انتهاء تقريبا يعني زي ضمور الجسم اصفر كده خلاص. ماشي. تنكمش تنكمش. تنكمش و يقل افرازها من هرمون التيموسين. نعم. منذ سن البلوغ، لانه يقال ان هي بتكون الاساسيات بتاع الخلايا التائيه للجسم طوال الحياه، بعد كده بتقل قدرتها على افراز هرمون التيموسين نتيجه انكمشها، حتى يؤدي ذلك الى زياده هرمونات البلوغ. يعني بالزبط. الفكره هنا ان التيموسين وجوده في الدم يعطل خروج هرمونات البلوغ. بالزبط. فمن هنا ارتبط انكماش الغده التيموسيه وليس طبعا ضمور. نعم. الى نقص افراز هرمون التيموسين. نعم. لكنه لا يؤثر على المناعه، لان زي ما حضرتك قلت ان الخلايا قد نضجت بالشكل الكافي وتمام الكافي طبعا. نعم. ايه من جنوب سيناء، ايه ازاي؟ ايه يا مستر محضرك، ازاي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله. المهم انت اخبارك؟ الحمد لله. معانا الاستاذ سيد خليفه النهارده. ايه مستر محضرتك يا مستر؟ تمام. بقولك معانا الاستاذ سيد خليفه.
في البرنامج اليوم النهارده. انا مستمع حضرتك آية. والله انا آية ما تعرفنيش اصلا. طيب آية طبيعه جنوب سيناء وانا رحتها كتير ان في تباعد ما بين الاشخاص من تلقاء بعضهم. يعني هم اساسا في خلخله كده وتلاقي واحد في اول الشارع والتاني في اخر الشارع مش كده؟ ايوه. فدي هتساعدك على انك تكوني في حاله اطمئنان، لكن ده ما يمنعش انك برضو هتستخدمي الماسك او الكمامه بحيث ان انت تبقي عندك وعي كامل بكيف منع دخول الفيروس وغيره. طيب بمناسبه هذا قبل ما اسمع سؤالك، الكمامه تعتبر خط دفاع اول ام خط دفاع ثاني ام خط دفاع ثالث؟ الكمامه خط دفاع اول طبعا. مناعه طبيعيه ام مناعه مكتسبه ام مناعه صناعيه؟ لا صناعيه طبعا اكيد 100 100 100. خلاص كده انت مش هتعدي انت كده خلاص. ايه خلاص قولي لي بقى ايه الاسئله اللي انت عايزاها. عندي ان هو النيوكليوسومات، توجد النيوكليوسومات في كل انت ازهر. اه طب انا هسمع بقى سؤالك عشان انت ازهر وكل الازهر يسمعوني. توجد ايه؟ وكل التعليم العام يسد ودني. يلا النيوكليوسومات مالها بقى؟ النيوكليوسومات في كل مما ياتي ما عدا. في كل مما ياتي ما عدا قولي. البكتيريا، الاميبا، البكتيريا او البكتيريا ها نعم، الاميبا نعم، والبراميسيوم نعم، والتريبانوسوما. بصي انا يعني مش حابب ان انا احط التريبانوسوما دوت على اعتبار ان هو انت ما سمعتيش عليه قبل كده. ايوه بس كان موجود عندنا بتهيألي في اولى ثانوي في اولى ثانوي في التصنيف. نعم نعم ما شاء الله انت ايه، انت روعه قوي. الله اكبر. استاذ سيد هيجيب لك السؤال دوت. اولا النيوكليوسومات هي ايه يا الشيخ؟ النيوكليوسومات عباره عن حلقات دائريه بتوجد يعني احيانا عند تصغير الدي ان ايه. جميل. عباره عن اكتشاف الدي ان ايه حول حبيبات البروتينات الهستونيه. الهستونيه صح الكلام؟ اه. طيب الدي ان ايه بيلتف حول البروتينات الهستونيه في انهي نوع من الخلايا؟ حقيقه النواه ولا اوليه النواه؟ لا المفروض حقيقه النواه. جميل قوي. طب مين من الاربعه اللي عندك ما هوش حقيقه النواه من اوليات النواه؟ هيبقى في البكتيريا. برافو عليك. خلاص كده هي انت اللي حليتي سؤالك اهو. ممكن لو عندك اسئله تانية ولا خلاص كده؟ اه لا عندي يا مستر. هو الطحال اكبر تخزينه للخلايا الليمفاويه ولا العقد الليمفاويه كلها؟ من حيث العدد العقد الليمفاويه هي الاكثر تخزينا، من حيث الحجم يعني هتبقى هي الطحال. لو انت بتتكلمي ان هي بتنتشر بشكل كبير جدا في الجسم عشان بتنتشر باعداد كبيره جدا في مناطق مختلفه من الجسم وجنب الاحشاء واماكن كتير جدا، لكن حجما هي بيتراوح حجمها ما بين بذره فول وراس دبوس. وراس دبوس. برافو عليكي. لكن حجما مين يكسب؟ لا يبقى اكيد طبعا الطحال. يبقى لو بقارن من حيث الحجم يبقى الطحال. الطحال هيبقى اكبر. من حيث العدد يبقى الخلايا الليمفاويه. العقد الليمفاويه. العقد الليمفاويه. تمام. ايه تاني؟ مستر هو كان عندي هنا في النموذج اللي نزل بتاع التربيه والتعليم بس كان بتاع السنه اللي فاتت. اتفضلي. هو كان بيقول لي ده خط تحت الكلمات التي لا تنسجم مع باقي الكلمات الآتية. هو أنا لو عايز أحط حاجة بدلها، يعني حاجة بدل الكلمة دي، أكتب الحاجة اللي بتربط الكلمات الموجودة الباقية ولا إيه؟ بالظبط. أنت كل اللي بتعملي إن أنت بتشيلي الكلمة اللي مش منسجمة مع باقي الكلمات وتدوري على باقي الكلمات اللي موجودة وتقولي هي بتربط عن إيه؟ لما أربطهم مع بعض إيه علاقتهم ببعض؟ فاعتقد اعتقد بنسبه 99% نوعيه الاسئله دي ليست متوفره في، خلي بالك، في التعليم العام، ولكنها متوفره في الثانويه العامه. موجوده في الازهر. ماشي كده. اشكرك يا على تواصلك معانا. ماشي؟ ماشي. اشكرك يا التواصل مهم. جميل. لان في نوع من تصحيح المفاهيم الخطا واعاده الثقه للطالب. ده اكيد. ده اكيد. وبعدين كمان هما بيتواصلوا مع الاستاذ حسن محرم وهو من هو يعني وهو من هو في كخبره وك في الامتحانات وفي الوزاره فهم بيتواصلوا مع حضرتك ان شاء الله يكون في استفاده طبعا يعني. طب عندنا اخر سؤالين وبعد كده ان شاء الله نختم يعني ان شاء الله. السؤال بيقول ماذا يحدث اذا تزادت اعداد الخلايا التائيه السامه تي سي بعد زرع الكلى لشخص ما؟ الخلايا التائية السامة احنا برضو سبق وقلنا في أسئلة سابقة ان هي بترتبط بالخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروسات والأعضاء المزروعة.
وتنتج، واذا نشطت بالسيتوكينات تنتج البيرفورين بيثقب الخلايا او السموم اللي الفوريه تخليها تنتحر. اذا زاد عدد الخلايا التائيه السامه مع عدم الكنترول على المناعه في وجود عضو مزروع زي الكليه، هذه الخلايا هتهاجم العضو المزروع ده اللي هو الكليه وقد تؤدي الى تدميره. معانا احمد البحيره، واضح ان هو يعني بيلحق اخر دقائق من حلقتنا. احمد ازيك؟ ازيك يا استاذ حسن؟ وحضرتك انت طيب؟ وحضرتك طيب؟ ايه اخبار الثقه بالنفس؟ تمام. لازم بعد التاجيل بالذات لازم يكون في ثقه بالنفس. لا في حضرتك في ثقه والتاجيل. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم، ربنا يخليك يا احمد. قول لي ايه الاسئله اللي انت عايزها؟ كان معايا مسألة مستر حسن، تقول لي إذا كان عدد الخلايا البائية، إذا كان عدد الخلايا البائية في قطر الدم، فين بقى؟ في قطر الدم، في قطر الدم، قطر الدم في شخص حوالي 400 خلية. 400 خلية، نعم. لأن متوسط عدد الخلايا التائية في نفس القطرة يساوي متوسط عدد الخلايا التائية. إذا كانت قلت إذا كان عدد الخلايا الليمفاوية خلايا بائية، إذا كان عدد الخلايا البائية في قطر الدم 400 خلية، نعم، أيوة. متوسط عدد الخلايا التائية في نفس القطرة كام؟ مش كده؟ أيوة. ما تقوليش البدائل لأن أنا هديك رقم سليم. أستاذ سيد هيعمل لنا المسألة ديت، وخلي بالك معاه وهو بيكتبها. أول حاجة هشتغلها شغل الرياضة. بص يا عم، هي شغلانة الرياضة. هنعملها طرفين فاصلين. مبدئيا لما قال لي قدامنا وقت إن حلها التفصيل. الخلايا بيه نسبتها من كام لكام؟ من 10 الى 15%. هنخليها 12.5 المتوسط. بس ده من الخلايا الليمفاويه. ايوه. كلام جميل. تمام؟ من 10 ل 15 يبقى المتوسط 12.5. تمام. يبقى اذا اول حاجه يا احمد، اول حاجه بس عشان تبقى مركز معانا، هنعمل ان البقيه 12.5 في طرف المعادله. البقيه 12.5. نعم. وفي الطرف الاخر المعادله اكتب 400. 400. انت فهمت الطرفيه المعادله؟ 12.5 على طرف المعادله يا استاذ سيد كتبتها 12.5%. نعم. الطرف الاخر من المعادله هنكتب كام؟ 400. انزل السطر اللي تحته، يبقى اذا تحت ال 12.5 هحط 100%. لا، عشان اطلع العدد الليمفاويه ما هو لا 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 لا، هم ده من الليمفاويه على طول. نعم. احنا هنقارن ما بين دي ودي 80%، يعني احط ال 80 تحت ال 12.5. هنحط بقى 80% على اعتبار ان دول الباقيه من الليمفاويه. بس كخطوه تسهيليه للطلاب، عشان بس اطلع الليمفاويه في الاول اسهل عليهم بس. بالظبط. انما احنا كده نحط 80%. 80% يا احمد، يبقى 80 في 400 على 12.5. انت عرفت اللي احنا عملنا دي كده؟ ايوه. علشان اذا كان ال 400 بيمثلوا 12.5 من الخلايا الليمفاويه، فكم تكون الكليه التي تمثل 80%؟ بالظبط كده. خدت لي بالك؟ كان في سؤال علل بس يا مستر. اتفضل. يقول لعل وجود موقعي ارتباط للجسم المضاد. وجود موقعي ارتباط، نعم، للجسم المضاد. بص يعني وجود الموقعين افضل من وجود موقع واحد. لماذا؟ حتى يصبح ارتباط الجسم المضاد بالميكروب ارتباطا محكما. تمام. عارف العسكري لما يجي يمسك حرامي، لو مسكه بايد واحده الارتباط غير محكم، طب لو مسكوا بايديه الاثنين هتبقى ماسكه كويس جدا. تمام. اذا عشان يبقى الارتباط ارتباط مضمون ومحكم، لابد ان يكون للجسم المضاد موقعي ارتباط. بشكرك يا احمد على تواصلك معانا، وان شاء الله موجودين مع بعض في الحلقات الاسبوع القادم وبعد القادم باذن الله. ومع اخر سؤال بس جزئيه، كنا بنقول لو غابت الانترليوكينات من جسم الانسان لن يكون هناك تواصل واتصال ما بين الخلايا المناعية وبعضها، ولن يتم تنشيط الخلايا التائية المنشطة ولا الخلايا البائية، وبالتالي ستتوقف آليتي المناعة الخلطية والمناعة الخلوية. احنا اكيد كده قعدنا مع بعض فترة طويلة 3 ساعات استاذ السيد، واتوقع ان انتم استفدتوا من هذا او من هذه الجرعة من المراجعة على المناعة. إن شاء الله هنخلي الدي إن إيه في الأسبوع القادم، وأسئلة اللي إحنا عملناها في مقدمة الحلقة أسئلة مستواها عالي، وإن شاء الله مجموعة كده من الملاحظات تخلي بالك منها، إن أنت تستعيد ثقتك بشكل جميل جدا، تثبت لنفسك إن الأسبوعين دول منحة وليست محنة،
انك كنت محتاجهم علشان تعيد مراجعة بعض الاجزاء مش هيخسر معاك، انك لما تنزل للجنة تكون على اهبة الاستعداد وتكون عارف انك هتعمل ايه بالظبط. الكمامات تستخدمها لمرة واحدة اذا كانت من النوع اللي بتستخدم لمرة واحدة. الكحول لازم يكون متوفر بنسبة كبيرة معاك، انا عارف ان الامور دي كلها يعني لحد ما كبداية بتبقى محتاجة دقة في التعامل. ما تشغلش بالك بالامور دي، اشغل بالك باللي انت رايح له اللي هو مين بقى؟ الامتحان، موضوعك. وما لا تتوتر من الامتحان ولا تتوتر من الفيروس، وكلاهما امره سهل. خلاص، طول ما انت متاكد ان والدك والدتك بيدعوا لك وانك اديت المطلوب منك بشكل كامل، ان شاء الله ربنا هيجزيك عن كل ده خير وهتحقق النتيجه اللي انت عايزها. اكيد في ختام الحلقه لازم اشكر الاستاذ سيد خليفه على وجوده الدائم ان شاء الله معانا، وعلى وجوده في الثلاث ساعات اللي شاركني فيهم، وكان ما الله مثال عون جيد جدا ليكم، وان شاء الله مساعد ليكم في الفتره القادمه. وشكرا استاذ سيد. العفو، وانا الاكثر سعاده بتواجدي مع حضرتك وبلقائي مع ابنائنا، وبنقول لهم ونقول لحضرتك كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا الايام بخير جميعا يا رب، ورمضان سعيد، وعيد رمضان سعيد على حضرتك وعلى الطلاب كلهم. اعزائي الطلبه، كده ختام حلقه اليوم، كل عام وانتم بخير وعيد سعيد على الجميع. اشكركم على تواصلكم معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.